design. For the board that we now want to grow over the Segura with the new lower lumen design. When I had that lumen that we decided that I'm quite away, I was happy and I was happy. بعد صلاحي لوكساني الثاني كان اسمه بارون ميسي والثالث كان اسمه ايوب بينور واخر واحد خالص كان محمود الدرسي كنا نقول طبعا على راس القائمه دي لوكساني واكثر دواء زيت لان نسبه اختصاصه برغم انها مش كبيره كميات الموجودة اللي هو الجسم مش كتير لكن لو كانت الأدوية الزيتية بتاعته شوية بس انتفاخات على وجع في الضغط كان ممكن يعمل تراكم في نسبة لو واحدة ست حامل تقريبا. البارومايسين بالرغم ان هو كوميديتي نقطة أبزورب اللي بخاف منه لأن هو واحد من النمبر في غير الدايكوزايت واللي هو ممكن يموت في الدورة ويتغذى عليها السيستم ممكن يموت في الجروب نفسه. فالجود بينول كنا يعتبر رقم ثلاثة لو كان واحد في الاختيار نتيجة مشاكله في العين الاوبتيك نيرف بالذات وكمان مشاكل على مين؟ على السيلوريد. وانتقلنا بعد كده قلنا على فكره اليوم ده مش بس بتعالج السيستم كمان اليوم ده بتتحط في علاج التيشو لان يعني كنت بتعالج التيشو ممكن تلاقي السيست اتغيرت وبقت هي كمان بروفوزور. وقبل ما نختم كنا دلوقتي كانت اخرها قلنا انا عندي كمان حاجه اسمها تيشو اميزم. كنا في الفيشر من ديزاين ده خدنا مجموعة أسماء. طبعا على رأس المجموعة دي كان دواء اسمه ميتروميتازول. مش عارف كل كله ولا تكلمت عنه. ده ما عدا الأدفيرز إفكت. في ناس خدته بس في جروب خدوه وفي جروب تاني. عيد تاني. كنا بنقول يا شباب إن الميتروميتازول ده بيحتوي على إيميتازولين. هو الدواء ده أساسا برودراكت. لازم يخش جوه المايك جروب عشان يحصل له ريدكشن في المايك جروب اللي بيحتويه ويتحول لاكتف دراج ولما يتحول لاكتف دراج يكسر الدي ان اي صح؟ كنا بنقول انه مش بس مختص بعلاج الامينه لا ده كمان في استخدامات ثانيه دي ممكن كمان يعالج حاجه اسمها الجيرمي ممكن يعالج حاجه اسمها البيجيموني صح؟ وكمان بيستخدم في الانيروبيك انفكشن لاي بكتيريا سواء تصيب البرين في البرين هابسس او في الصواقع او في الاسنان وكمان قلنا بيستخدم كمساعد في علاج اسمها حاجه اسمها اتش بايلوري لما قلنا ان هو بيتحط مع حاجه اسمها كود بايلس سيرو اللي هو ايه؟ كلاريسو مايسين اللي هو اشهر دواء في علاج الاتش بايلوري. وقفنا عند الادفيرز افكت نقرا مع بعض الادفيرز افكت بتاعته هنجد ان هو بيعمل ادفيرس افكت موزيشن حاول نقراها مع بعض عشان مش كلها هتنجد. اول ادفيرس افكت مكتوب انه بيعمل ميتاليك تيست بيعمل دارك يونت انزيم انهبيتور وبيعمل حاجه اسمها لايسول فرام لايف اكشن وبيعمل حاجه اسمها تراتوجينيس. طبعا التراتوجينيس دي مش هتحصل التراتوجينيس دي طبعا مش هتحصل الا لما يكون في بريجنس وبالتالي دي حاجه ممكن ما تحصلش لحد. الميتاليك تيست سهلة هذه كلمة ميتاليك تيست حتى كلمة المنتري تفكرك بالميتاليك تيست حرف الدي ده يفكرك بدارك يورين وبالتالي في اثنين ادفيرس افكت ظاهرين من الحروب بتاعته. ميتاليك تيست كنت قلت لزمايلك يعني ايه كلمة ميتاليك تيست يعني حضرتك بتفقد الديسك يعني عارف لما تاكل اكل فيه سكر كتير وبعد كده تيجي تشرب يعني مثلا تاكل شوكولاتايه ولا حاجه وبعد كده تشرب عصير وتجد العصير ملوش طعم. نتيجه ان السكر اللي موجود في الشوكولاته غطى لك البيست برضه. كذلك لو حطيت مفتاح من مفاتيح العربيه ولا حاجه جوه بيطلع من المفتاح دي ماده بتغطي البيست برضه. يخليك لما تيجي تاكل حاجه بعدها ما تشعرش بطعم. ده بنسميه ميتاليك تيست. مش بس بيعمل ميتاليك تيست وانا بيعمل دارك يورين كمان اتصنف كانزايم انهبيتور يعني خلي بالك هيعمل دراج انتر اكشنز مع باقي الادويه بيعمل تراتوجينيستي لكن بصراحه اهم حاجه فيه كنت شرحتها لبعض الناس فيكم مجموعه من المجموعات ان
وفعلا فايزر ترامب لايك اكشن يا ريت نقفل ده ويفكر حضراتكم تاني كنا خدناها السنه اللي فاتت في السنه الاولى دي فايزر ترامب لايك اكشن اللي بتحصل امتى؟ لما البني ادم بيشرب معاك حلو ونقول لحضراتكم ان الحلو عن طريق انزيم اسمه الكحول دي هيدروجيني تتحول لماده تسمى اسيتالدهايد وبعد كده عن طريق انزيم اسمه اللايد الدهايد دي هيدروجينيز يتحول الى اسيتيك اسيد كنا بنقول اسيتيك اسيد ده ما هو الا خل اظن الخل ده حاجه عندنا كويس الاكل والشرب فين في الباب يا دكتور؟ اذا اي حد بيتعاطى كحول لو الميتابوليزم مشي على خير مش هيتضايق من الكحول اللي حاجه لان ما هو يبقى ما عندنا خل في الاكل خل ده احنا بنحطه على الاكل والشرب يقول لك لا لما بتاخدي مع الكحول الدواء ده بيجي يهرب الانزيم يبقى الميكرونيدازول هو مش بس انزيم انهبيتور في الكبد هو كمان انزيم انهبيتور على الانزيم اللي بيخلي الاسيتالدهايد يوصل الى الاسيتيك اسيد. معنى كده بيخلي مين يتراكم سامعوني؟ بيخلي الاسيتيك اسيد يتراكم ولا الاسيتالدهايد يتراكم؟ الاسيتالدهايد يتراكم. لما الاسيتالدهايد يتراكم بيعمل فيك حاجات مش حلوه، ازاي؟ بيخليك دايما عندك احساس بالغثيان، فالكاسك بتشربه وترجعه ودايما بيعمل لك في وشك سخونيه ويعمل لك في وشك فلاشنج. اظن ده شعور مش حلو للي عايز يشرب كحول. هما بينبهوا الناس الاجانب طبعا ان الكتب دي كلها كتب اجنبيه. يقول لهم خلي بالكم لو خدتوا كحول وانتوا بتاخدوا مترونيدازول هتقرفوا منه. ليه؟ ان المترونيدازول هيعمل ايه في الميتابوليزم بتاعه سمعوني؟ هل المترونيدازول هيسيبه يكمل الميتابوليزم بتاعه الى ان يصل الى خل؟ ولا هيوقف الميتابوليزم بتاعه؟ لما لقينا الاكشن ده قال لك طب ما تيجي نعمل دواء نستخدمه في مدمنين الخمر والدواء ده اسمه ايزوبرام. انا دلوقتي لو راجل مدمن على الخمر وعايز اروح للدكتور واقول له لو سمحت يا دكتور انا عايز ابطل يقول لك لو ضعفت وخدت كاس خد وراه الدواء ده ليه؟ عشان الكاس اللي اشربه ارجعه والكاس اللي اشربه ما يدينيش الديفوريا والمتعه اللي كنت بنتظر فلما لقينا الميترونيدازول بيعمل شغل مشابه للدواء ده سمينا الشغلانه دي دايسولفرام فايبريشن. يبقى نسال بعض لو سمحتوا كلمه دايسولفرام ده دواء اساسا بنلجا له عشان نقلع عن ادمان الكحول وفكره الدايسولفرام في قدرته على انه يخليك تقلع عن الكحول انه يعملك ايه في الميتابوليزم بتاعه؟ يوقفه عند الليفل الفاسد اكتر. في ادويه في الطب بتعمل نفس اكشن منها الدواء ده، وخدنا دواء السنة اللي فاتت في الكيفالوسبوريك كان اسمه سيفو بيرازون، حتى بقول لكم كلمة بيرا فاكرين الدواء اللي كان اسمه بيرازون. في طبعا دواء تاني أحسن منه. ميترونيدازول طبعا كان فيه عيوب كتير، فطلعنا دواء جديد اسمه دينيدازول. والدينيدازول ده لو اتسألت يا ترى هو ليه أحسن؟ هتقول لي ال 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 هو ليه ستراتوجينيك مور افكتيف وكمان لونج ديوريشن وبيتاخد مرة واحدة. فالادفانتج بتاع التينيدازول على المترونيدازول ان هو ليس تراتوجين يعني العوامل ممكن ياخدوه مور افكتيف كمان لونج ديوريشن وكمان بيتاخد وانس او لو قلنا الام دي مين يعني كانه بيتاخد كم مره سمعوني هل بيتاخد مره فاهم وبالتالي ايه هي الادفانتج بتاعت التينيدازول على المترونيدازول ايه الادفانتج اوف تينيدازول على ميترونيدازول ان هو لونج ديوريشن مره واحده استراتيجيك مون افكت نقلب صح دول اول مجموعه في مجموعات التيشو في مجموعات تاني بتعالج التيشو الدواء تاني اللي بيعالج التيشو ده دواء خدتوه معانا في الملاريا انتوا خدتوا ملاريا؟ خدتوا ملاريا امتى؟ السنه اللي فاتت ولا السنه دي؟ السنه دي صح؟ السنه دي صح؟ كنت تعمل فيها تلفايت اوكي كان من ادويه في الملاريا دواء اسمه كلوروكين معرفش انتوا بس انتوا دخلوا على بعض تمام وكنا بنقول ان الكلوروكين ده من الادويه لو سمحت تتعامل مع الملاريا خاصة الملاريا اللي كانت مجرمة حبتين كنا بنقول دايما تتعامل لما الملاريا ماسك الوش بس المهم
في ثلاثة أنتي دراج هو بيعالج الملاريا في الميل موديول الأولاني، والمراقي بيعالج الأمينة، وكمان بيستطيع إن هو يعالج الروماتويد أرثرايتس، يعني كمان بيعالج الإنفلاميشن. إذا هو ثلاثة أنتي، أنتي ملاريا، أنتي أميبا، أنتي إنفلاميشن. ده هما هنا مش كاتبين عنه كتير لأن أوريدي اتكتب عنه كل حاجة وأنت بتدرسه في الملاريا، فهم كاتبين بس السطرين اللي عليه إن الدواء دوت يعتبر تيشو أميبيسايد، يستخدم مين لما الأميبا تصل إلى الكبد. فلو سمحت لو جالك كيس في الامتحان والأميبا فيها أدت إلى أميبيك أبسس، صوت مش عارف أركز، الأميبا فيها خرجت من الأمعاء وصلت إلى الكبد وعملت خراب وعملت التهاب، يبقى أفضل دواء في علاج المشكلة دي هو الكلوروكين. لأن إحنا وجدنا الكلوروكين بيتركز بكميات كبيرة جدا في خلايا الكبد أكثر من أي تيشو أميبيسايد. عشان كده هو مخصوص معمول للأميبا لما تصل إلى الليبر. وزي ما انتم شايفين هو راجل بيعالج ثلاث حاجات. اخر دواء في ادويه التيشو ويا ريت ما نلجالوش اسمه ايميدين. والايميدين ده مؤذي جدا لدرجه انك تاخده تحت اي سي جي مونيتورنج وما تاخدوش غير في اي سي يو، لانه ثبت انه بيعمل هارت فيلر وبيعمل كاريزمي، وبالتالي لما نيجي نحقنه لازم نحقنه تحت اشراف ونحقنه والعيان متوصل بمونيتورنج. واكيد مش هنرجع للايميدين غير لما الميترونيدازول يفشل والكلوروكين تفشل والتنيدازول تفشل. يعني حضرتك لما يكون العدو من امامك والبحر من خلفك ما تفكرش تاخد ايميدين خالص الا لما يكون كل ادويه التيشو فشلت، لانه مؤذي جدا 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 على القلب. وجدنا نوع من الادويه اللي بتعمل مايلا ريتنشن، من الادويه اللي بتزود حجم الميه في الدم، وبالتالي بتعمل ايه في الفينس ريتيرن السمعاني؟ بتزود الفينس ريتيرن فممكن تغرق القلب وممكن تعمل اكيوت فشل في القلب. نقرا قصه حياه الايميدين. الايميدين ده تيشو اميبيسايد بيستخدم في الحالات اللي فيها السبيل، سواء كان الميكروب لسه جوه الانتستين وعامل لي تعنيه وعامل لي نزيف حاد او خرجت من الانتستين وانت ونصيبك بقى لما الميتونيدازول يمشي. من كتر الادفيرز افكت بتاعته استخداماته اصبحت تقريبا معدومه. تقريبا شغله كله بيبقى على القلب زي ما انتم شايفين، من اول اضطرابات ضربات القلب الى انه ممكن يوصلنا لا سمح الله الى كونجستيف هارت فيلر، انه بيرمي على قلبك كميات كبيره جدا من الفينوس ريزيرف، بيكبر جدا حجم الدم اللي راجع على القلب. تخيل السيول لما بتنزل في شارع بتجد الشارع غرق، ممكن القلب يغرق منها. كمان بيعمل شوية حاجات بقى بسيطة، منها انه بيعمل بين في المكان اللي اتحقن فيه وبيقولوا عليه سكيليتال ماسل ريلاكسر، يعني ممكن يعمل ضعف في العضلات. نراجع تاني مع بعض ادوية التيشو لو سمحتوا عشان نقول باي باي يا اميبا ونبتدي موضوع جديد. ادوية التيشو الكبير بتاعنا كلنا بناخده اسمه فلاجيل. هو مين الفلاجيل يا شباب اللي سمعوني؟ هو المترو ميدازول. اظن كلمة الميت دي يفكرك بالميتاليك تيست، وحرف الكي ده كمان يفكرك بالفراتو ايه سامعوني، يفكرك بالفراتو جنسي. وما تنساش ان هو ميدازول حرف الدي ده بيعمل لك دارك ايه سامعوني، دارك يورين. وما تنساش مترو ني حرف اي هو انزيم ايه انهبيشن، والانزيم انهبيشن بيخبط في الكحول بيخلي الكحول انت مش مبسوط وانت بتتعاطى الكحول، فعايز شبه الادويه اللي ممكن تخليك تقلع عن شرب الكحول. قلنا بلاش الميترونيدازول، خد التينيدازول، هو لونج اكتيف ومور افكتيف وليستراتوجينيك وبيتاخد وانس بير داي. قال لك الكلوروكين سيبه للحته بتاعته الكبد بس، وقال لك الايميدين سيبه للحالات السيفير. شكرا. نكمل امراض الشرايين. عندنا النهارده ثلاث امراض وثلاثه يعني كومن جدا بيحصلونا كلنا. ارتجاع البابي في نسخة زيادة اتفضل. يلا بينا. ارتجاع المريء اللي هو الجير اللي هو الجاسترو ايه سمعوها هنا في السيكولوجيا ريفلكس ديزيز، والامساك والقولون العصبي. تمام. هيبقى لنا كده ان شاء الله حصة واحدة فقط فيها الكبد ومشاكل الكبد. وانا طبعا تلاحظوا ان انا اخرت الكبد على عكس المحاضرات، لا
زي ما زمايلكم بيقولوا دخلوا في المحاضرات اللي مش عايزين اسماء في الليفر. انا كنت مؤخر بس المحاضره دي لغايه ما اسمع المحاضره دي. فكويس ان احنا ما خدناش الليفر الاسبوع اللي فات كنا نقعد نديكوا اسماء كتير وهي كده كده مش لازم. النهارده الاسماء مطلوبه للخسائر. الجاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز ده بيحصل ليه؟ نتكلم بس يا جماعه الصوت. الجاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز طبعا بيبقى فيه مشكله يا جماعه الصوت. بيبقى فيه مشكله كبيره جدا بتقابلنا لما يحصل ارتجاع للعصاره بتاعت المعده. لان احنا قلنا مسبقا في القصتين اللي فاتوا ان المعده ربنا حاططها لفين؟ فاكرين ولا لا؟ زي الميوسين والبايجار والبلاد سبلاي والبروستاجلاندين. وهذه الديفنسات مش موجوده في الاسوفيكس، وبالتالي الاسوفيكس مش مؤهل انه يتعامل مع الاحماض والبيبسين والبايل لما يرجع. طب هو بيحصل ايه؟ بيحصل نتيجه ان عندك اسوفيكس كسلان، او ممكن يحصل نتيجه ان عندك استومك كسلان. طب بالله عليك لما يبقى عندك لور اسوفوجيال سفنكتر سليم، لور اسوفوجيال سفنكتر سليم وبيقفل وبيفتح، مش عايز تقول شكرا تسأل، وبيقفل وبيفتح كويس، بس ربنا الكلام فحاجه بايظه هنا فحاجه بايظه هنا، كانك قعدت في كابينة قطر ولا حاجه ولقيت اللي على شمالك عمال يتداول واللي على يمينك عمال يتداول، انت غصب عنك بعد شويه هتحصل لك ايه؟ هتتداول. وبالتالي لما اللور اسوفاجيال سفنكتر يقع ما بين حاجتين بايظين هيبص هو كمان، يعني هو احسن منهم في حاجه. نقرا مع بعض. ايه الباثوفيسيولوجي اللي ادى للمشكله دي؟ ان عند حضرتك بيحصل انفولانتري ريجيرج للاسيد والبيبسين والبايل، يا ساتر يا رب. ميه نار راجعه لك على الاسوفيجس، الغلبان اللي ما عندوش ديفنس، فالنتيجه واضحه ميكوزا دامج. طب يا ترى بيحصل ايه؟ بيحصل نتيجه خراب في الاسوفيجس او خراب في الاستومك. يقول لك الاسوفيجس في ديفكت في الموتيليتي بتاعته. الحركه بتاعته بسيطه جدا. ده في بعض الناس الاسوفيجس حتى لما بيرجع له الاسيد ما عندوش كده نخوه، يعني شايف الاسيد عمال ياكل فيه. المفروض ينتفض وينطر الاسيد ده سايب. كسلان. اليومينال كليرنس بتاعه، ردوا على سؤالي، قوي ولا في ديفكت؟ في ديفكت. بيقول لك الاسوفيجس موتيليتي. ومش بس كده، بنجد ساعات الاسوفيجس بيفتح لفترات كده ويقفل. انا عايز اقول لكم على حاجه. خلي بالك لما تاكل ما تبقاش الاسطوانه كلها. سيب منها تلج كده. يعني في هنا ريسبتور اسمها ميكانو ريسبتور. ميكانو دي موجوده في البروكسمال بارت. اللي هو المفروض ما يتمليش، صح؟ لما حضرتك تملاه بكل الاكلات الجميله اللي احنا عمالين ناكل فيها. انت كده هتوصل لاي مكان سمعوني؟ هتوصل للمكان اللي فيه الميكانو ريسبتور. الميكانو ريسبتور دي اول ما تجد الاكل وصلها هي ستريتش ريسبتور. لما الاستومك تبقى ستريتش تتحفز. لما تتحفز بحيث انها تتخنق فتبعت امبلس للور اسوفاجس عشان يعمل ايه؟ عشان يفتح. ما هو الاكل فيها كتير ومفيش مكان الاكل يروح فيه، فتحاول تفتح اي مكان قريب منها. مين المكان القريب؟ اليودينام ولا الاسوفاجس؟ فاوعى تملى الاكل تملى 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 تملى. حاول بعد ما تاكل ترج نفسك عشان الاكل ينزل لتحت، عشان تلاقي مكان جديد تحط فيه الاكل. ترج نفسك على الكرسي كده عشان تستف الاكل كويس. لو انت قدامك اكل حلو. فالمهم لو قعدت تاكل والاكل كبر 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 وصل للبروكسمال بارت هتفتح اللور اسوفاجس. اقرا كده. يقول لك تفتح ترانزيت لفترات صغيره لو كافيين جدا ان الاكل يرجع له. عايز يتنفس مخنوق يا رب. طيب. رقم اثنين ممكن تكون مش بس الاسوفيجس اللي كسلان، ممكن تكون الاستومك كسلان والموتيليتي بتاعتها كسلان، والاكل المفروض يحصل له امبتي في ساعه يقعد لك اربع خمس ساعات، واجي اكل تاني الاقي الاستومك لسه مليانه والاولاني ما حصلوش امبتي. فمكتوب عند حضرتك الثانيه ان الامبتي بطيء. اشهر كلينيكال بيكشر هو الحريقه اللي بتحسها ورا الاسترنوم اللي بنسميها هارت بيرن. الكومبليكيشن ممكن تبقى جوه الاسوفيجاس او ممكن تبقى بره الاسوفيجاس. جوه الاسوفيجاس من اول بقى الالسر للاسوفيجايتس للديسفيشيا، يعني مش عارف ابلع،
للارسن للبليدنج للستريكشن، ممكن الكانسر لا سمح الله، الاريتيشن الكتير ممكن يعمل مشاكل. او ممكن انتوا عارفين اذا اشتكى عضو تداعت له سائر الاعضاء، فاعتقد الاعضاء اللي حوالين الاصابه جالسه هتشتكي. هتجد تراكيه فيها اريتيشن، هتقعد تقع مش عارف انت بتقع ليه. هتجد عندك احساس ان كان عندك برونكيال ازمة، احساس بالانجايتس بالشيست بين. ما تنساش كمان ان ممكن الاسيد ده ينط من الاسوفيجاس ويخش لك على مين؟ سمعون، ويخش لك على الارض. مش فينا ناس وهي نايمه بيحصل لها ارتجاع للحمض؟ ممكن الحمض لو شربت فيه يبقى فيه مشكله كبيره. ايه طلباتك في التريتمنت؟ لمعلومات حضراتكم، لو الاسوفيجاس سفنكتر باظ ما بيرجعش. لو اللور اسوفوجيا السفنكتر باظ وفتح، هو ليه قفله معينه. زي الشراب بالظبط اللي انت بتشتريه من المحل، الاستيك بتاعه يبقى له قطر معين، لما تستخدمه كتير هيحصل له ايه؟ هيحصل له رهرتيشن. عارفين يعني ايه رهرتيشن؟ يعني هيوسع. لو حصل له رهرتيشن ووسع مش هتعرف تجيبه تاني. يبقى صح ان انت تجيب شراب جديد، بس انا ما عنديش هنا اسوفيجاس جديد، يبقى كل اللي هقدر اعمله ان اعالج الاعراض فقط لا غير. فالعلاج هو سيمتوماتيك ريليف بس. لكن كونك تقول لي اعالج السبب، ما خلاص البتاعه باظت مش هعرف ارجعها لك تاني. وحاول تمنع كومبليكيشن وتحاول تعالج الاسوفيجاس، عشان كده الريكارنس بتاع الجلد بيكون عالي. المقدمه التاريخيه دي ما اعتقدش حد هيسالكم فيها، ده شغل مصرش ان شاء الله. احنا بقى شغلنا ايه؟ التريد. عشان حضرتك تعالج الجلد بادويه يبقى انت بتضحك على نفسك. علاج الجلد هو لايف ستايل موديفيكيشن في الاساس، ان حضرتك تعمل ايه في حجم الوجبه بتاع صحتك، تخليها كبيره لغايه ما توصل البروكسيمال بار تبقى صغيره، وما تنامش بعد الاكل على طول. يقول لك اتعشى وتمشى، يعني بعد ما تاكل ما تحاولش تنام على طول، تقعد كده صاحي ساعه ولا اتنين عشان الاكل تبقى سعادتك عامل زاويه قايمه عشان ما يرجعش. ولما تنام حاول تنام على مخده 45 درجه، وحاول تتجنب كل الاكل اللي احنا بناكله اللي هو الاكل اللي فيه زيوت والشاي والقهوه والشطه والكاتشب والحاجات السبايسي والحاجات الفرايد والكافينيتد. نقرا مع بعض. اما ناكل ايه؟ ناكل خس زي الارانب والجزر، تمام؟ خس جنب كابوشه، الحاجات دي حلوه، تمام؟ طيب تعمل لك مشاكل في القولون. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا يلا اللايف ستايل موديفيكيشن، يلا عشان بس بتأخر بس الأعراض، بتأخر قصدي الكارنس، كان مش عالي زي ما احنا عارفين. بتفضل قاعد كده أبرايت أو سيمي سيتنج ساعتين، بتحط راسك وأنت نايم على مخدة عالية، تحاول تقلل حجم الميل، تحاول تتجنب المركبات اللي فيها سيترس اللي هي زي البرتقال والليمون، الحاجات اللي فيها موالح، تجنب الفرايد أو الفاتي فود، الحاجات اللي هي زي الحاجات المقلية، الكافيين، الشوكولاتة، الفلفل، السبايسي، التدخين، الكحول، كل الحاجات دي تبقى جريتها. احنا خدنا السموكينج بيعمل كده كده ليبتك ألسر وهكذا. حاول تتجنب مجموعة من الأدوية ما تاخدهاش. ما تاخدش الأدوية اللي بتأخر من الـ MBT، صح؟ الأطروبين لما درسناه السنة اللي فاتت كان بيعمل إيه؟ كان بيريلاكس الغول، كان بيريلاكس الغول، وكان بيقفل السفنكتر. كنا نقول الأطروبين اللي بياخد ما بيعرفش يروح الحمام وما بيعرفش، كان نوت بي وكان نوت سي وكان نوت بي، ما كانش بيعرف ينزل بول ولا يعرف ينزل ستول. لان الاتروبين بيريح البول ويقفل السفنكتر. طب انا مش ناقص، ما ينفعش اديك دواء يقلل من جاستريك امبيدي، لا الاتروبين ولا اللي شبه الاتروبين. في مثلا ادويه كتير في المعالج شبه الاتروبين زي البي سي اي، ده دواء ديبريشن بس بيقفل الماسكولينك ريسبتور زي الاتروبين بالظبط. فساعتك العيال اللي بياخدوا ادويه ديبريشن بيشتكوا دايما عندهم عسر هضم، لان البي سي اي بيعمل ايه في الجاستريك امبيدي؟ سمعوني، بيسقوله بيسرعه ولا بيبطئ منه؟ بيبطئ. الاهم كمان النيتريت، وده خطير جدا. لو ما قلتش للعيال النيتريت ممكن يعمل له وجع في فم المعده، العيان هيفتكر ان الانجينا رجعته تاني. خلي بالكم من الكلمه دي. هو النيتريت انا باخده ايه اصلا؟ نيتريت ده هو نيتروجليسرين، احنا هناخده في الترم الثاني ان شاء الله في الكارديوفاسكولار. العيان اللي بيجي له الام زبحه صدريه احسن دواء يعالجه اسمه نيتريت.
يحطه تحت اللسان. النيتريت مش بس بيوسع كورونا، النيتريت بيوسع اي حاجه فيها سموس مصر، فممكن يوسع لك اللور اوسفوجيال سفنكتر، فممكن العيان اللي بياخد نيتريت يحصل له ارتجاع، فلما ياخد قرص نيتريت يحس بوجع ورا الاسترنم، يفتكر ان الوجع ده وجع انجينا، فيعمل ايه جرعه النيتريت؟ يزودها من دلاله، وممكن يودي نفسه بدلاله. فخلي بالك من النيتريت، مرضى القلب اللي بيتعالجوا بالنيتروجليسرين اللي بيتعالجوا عشان بيجي لهم الام زرقاء صدريه، ممكن النيتريت وانت بتاخده يشبه اليك انك بيجي لك الام زرقاء، ودي مش الام زرقاء، دي هارت بيرن نتيجه ان الاسيد بيرجع، نتيجه ان النيتريت سموث ماسل ريلاكسن، مش بيفتح الكورونري فيزل بس، ده بيفتح اي سموث ماسل بما فيها لور اوسفيت. خلي بالكم كلينيكال من النقطة دي، هقولها لكم إن شاء الله في الترم التاني. لازم تنبه العيان بتاع النيتريت وتفرق له الوجع ما بين، تعرفه نوعية الوجع شكلها إيه؟ تقول له وجع الأنجينا شكله شكشك الدبابيس، وجع هاميكا ولد الهارت بيرن شكله كذا، عشان يقدر يفرق ما بين الوجعين. أنتيكولينرجيك بيقفل السفنكتر اللي هي، لا احنا قصدنا السفنكتر البران هو اليوريسم والريكتر، ده ما يعتبرش سفنكتر، احنا بنقول بيريلاكس الجي اي تي وول وبيقفل السفنكتر، انا ما جبت السيرة اسوفيجس خالص. تمام، انت قصدك على السفنكتر بتاع الريكتر والسفنكتر بتاع اليوريسم بيقفله، لكن هو ملوش سلطه على السفنكتر دي. تمام، يلا بينا الادويه صفحه 2. انا عارف الواد اللي بيفكروا معانا، هو الواد عنده ايه؟ عنده جسرك امتى يرد عليه بطيء ولا سريع؟ بطيء، فمحتاجين حاجه بروكاينيتك صح؟ طيب عنده اسيد بيرجع، تحب الاسيد يرجع ولا يرجع نعمل له معادله صح؟ نعمل له انتي اسيد. طب تحب الاكل يرجع ولا نحاول نكبسه في المعده على قد ما نقدر؟ طب نكبسه ازاي؟ شايفين حضراتكم شويه البودره دي؟ البودره ده مبشور طحالب. طحالب في حاجه اسمها طحالب؟ نوع من انواع مش عارف حشرات دي بقى ولا واحد ولا. فالمهم الطحالب دي بيبشروها ويطلعوا منها ماده الالجينات. الالجينات دي ماده حلوه جدا، بودره ايه؟ تتحط على الالبان، تتحط على ادويه الانتاسيد، فعملنا نوع رقم واحد اسمه الجينيك انتاسيد. ده انتاسيد عادي، رد عليا، انتاسيد عادي من اللي احنا عارفينه. انتاسيد عادي من اللي احنا عارفينه بيخش يعادل الحمض. وفي نفس الوقت بيخلي الحمض لما يرجع يرجع متعادل، فمش هتشتكي بالالم الشديد. امال ماده الالجينين دي بتعمل ايه؟ ماده الالجينين دي بتطفو على سطح الاكل، بتطلع على سطح الاكل اللي انت بتاكله، وتنشف وتعمل طبقه زي الفوم كده، وتنشف بحيث تكبس الاكل ببطنك لتحت. يعني اقول تاني، هو انت مشكلتك هي الرد؟ طبعا لازم تاكل وجبات صغيره، تاكل مع الوجبات الصغيره بعديها الالجينين. الالجينين هيتخلط مع الاكل، هيبتدي يطلع على سطح الاكل ويعمل لك طبقه دي. الطبقه دي المفروض تعمل ايه في الاكل؟ تسمح انه يرجع ولا تلبسه؟ سامعوني تلبسه. ساعه ساعتين لغايه ما معدتك تنظفه وتطلعه. عجبتنا اللعبه دي، بقينا بنحطه في البان الاطفال دلوقتي. في عندنا في طب الاطفال عيال ما بتعرفش ترجع. او عيالة ما بترضع بترجع، اظن حد فيكم اكيد شاف عيل من دول. واد متخلف كده بيبقى لسه راضع من مامته وبطنه مليانه، بتقول له ازيك يا حبيبي، تيجي تسلم عليه تقوم راجع اللبن كله في وشك. او يرجعه لك على ظهرك لما تيجي تشيله وتطبطب عليه. الواد ده بيبقى عنده اللور اوسوفيجس بيبقى لسه مهلبيه، يعني قفل ولا ما قفلش؟ سامعوني قفل. وبالتالي الواد اول ما يتراك تجد اللبن طلع في وشك اللي هو لسه شافه من مامته. فالواد العبيط ده ما بيكبرش ليه؟ لان اي شويه لبن بيشربهم بيقعدوا في بطنه ويستفيد بيهم ولا ما بيقعدوش؟ ما بيقعدوش. وتلاقي الواد قد كده ما بيطولش عن كده. فعملنا له علبه لبن جميله جدا، حطينا فيها ماده الطحالب دي بحيث الواد يشرب الرابعه من هنا، الطحالب دي تطلع جوه بطنه تمسك في بطنه تعمل مظله كده. يقول لك طب انا اتدرب منين؟ يقول لك رضع الواد من اللبن ده رضع صناعي، وامسك الواد من رجليه ورده كويس. لو الواد ما جابش لبن من ودانه ولا من عينيه ولا من مناخيره، في ناس مصدقه. تمام؟ يبقى الدواء ده كده سليم. رده كده زي ازازه الكويس. طيب. نقرا مع بعض.
هو بيبقى صغير يعني انت ممكن تمسك في ايد واحد. الالجانيك اسيد طمنه ما بيطلعش من الودان. الالجانيك اسيد بناخده بعد الوجبات بيعمل فلوتنج ايه سامعوني بيعمل فلوتنج جل بتلبس على الاكل بتمنع الريفلكس وكمان الانتاسيد افكت بتديك تاثير ملطف كده على الجدار الاسوفيجي. طبعا رقم 2 وده تقريبا احنا قتلناه بحث الحصه الماضيه الادويه اللي بتضيع الاسيد. احنا قلنا مش بس بتعالج بيتك السر بتعالج كمان الجلد. وطبعا على راس هذه الادويه هو البروتونين هام بروتون بامبين بيقول لك الاتش اي انتاجونست بنعتبره باك اب. طبعا مغيرين الكلمه كلمه باك اب يعني اجمنت يعني كومبارس كومبارس يعني البروتون بامب اقوى بكتير. بس انت ما انتوا عارفين بقى من البيبتيك اثر ان انت بتحب تلجا للاتش تي انتاجونست بالليل وده غلطان ان الليل الاسيد عاده بالهستامين فكلام قديم صح ولا غلط؟ فبيقول لك اعتبر الاتش تي انتاجونست هو المسند اللي بتتسند عليه او العكاز اللي بتعكس عليه خاصه ليلا لان ليلا بتحتاج حاجه تنشن على مين بالذات سامعوني حاسس. وبالرغم من واحد واثنين اقرا الخط الاصفر بالرغم من العلاج واحد واثنين لان ريكارنس كومن لان انا ما بعالجش السبب وانا ظبطت وانا ظبطت اللي هو اسوفاجيال سفنكتر وانت يعني فاكر ان العيان يعني هيمشي على الحزابير يعني هيسمع الكلام وياكل سمول ميل وينام بعد الاكل بساعتين ويفضل ابرايت فهتلاقي العيان جاي لك يعيط لك تاني ويقول لك الوجع رجع تاني. نعمل ايه؟ نجرب دواء كمان مجموعه لتحت المجموعه اللي تحت احنا خدناها قبل كده قبل الامتحان بتاع الميديول اسمه ميتوكلوبرامين فاكرين الدواء ده اللي هو اسمه برين باريل وكنا بنقول الميتوكلوبرامين كان وحش لانه بيعدي البلد برين باريل وممكن ياثر على الدوبامين كمان جوه البلد برين باريل فعملنا دواء احلى منه اسمه دومبريدون ورسمنا لكم الرسمه دي وامتحنتوا فيه. اذا اللي مذاكر الجزء الاولاني خالص اللي طبعا نسي الجزء الاولاني يذاكر الحته دي بس فبنقول ان البروكاريوتيك دراج كنا والله بنقول ان الميتوكلوبرامايد مش بس بيعالج بيبتيك ارسل ده بيعالج جلد وبيتاخد في حاجه اسمها جاستريك اتون فاكرين كلمه اتون اللي ما عندوش تون ده وكمان كنا بناخده مع الباريال ميل عشان الميل تمشي بسرعه واعرف اصور وكنت باخده مع الاندوسكوب لانه كان بيقفل فوق ويفتح تحت عشان الاندوسكوب يعالج. اوكي ده الميتوكلوبرامايد ده اسمه بروك ايه يا فندم سامعوني؟ قولوا ده اسمه بروك هيني. فبيقول حضرتك ان البروكاينيتك زي الميتو وزي الدومبريدون دي ادويه بتزود الموتيليتي وتزود الامبتي. طبعا هي مش هتظبط التون بس انت عاده لما تفضي معدتك بسرعه مفيش حد هيفتح لك الاسوفيجاس ولا مش عارف فعلا مين اللي بيفتح الاسوفيجاس ان في ميكانو ريسبتور لما يحصل لها ستريتش بيفتحه لك غصب عنك فانت كده هتمبروف من غير ما تاخد بالك وهتقلل الترانزيانت ريلاكسيشن اللي بيحصل لك في اللورز وجينس كويس. كان في دواء مليته لكم على البورد الحصه الماضيه كان اسمه كيتو برايت معرفش كتبتوه ورايا بنكتبه للمره الثانيه ومكتوب اهو مره دي. كيتو برايت ده بروكاينيتك برضه بيشتغل عن طريق ان هو نفس الكلام بيقفل الدوبامين وبيقفل الكوليسترول يعني من الاخر بيزود ماده الاسيتايل كولين. انتوا عارفين الاسيتايل كولين ممكن يعمل ايه؟ يزود حركه الامعاء. الكيتو برايت بيقفل سمباثيك فلوجيك مش الدوبامين ده سمباثيك فطالما لوجيك قفلت سمباثيك التون بتاع الباراسمباثيك يعرف قال لك لا مش هعتمد على كده ده انا كمان هاجي على الانزيم اللي بيكسر الاسيتايلكولين واوقفه فالاسيتايلكولين هيعلى بجد مش مجرد توقعات. زياده الاسيتايلكولين معناها زياده موفمنت يبقى انت بروكاينيتك بطريقه جديده. عشان كده خدناه وطلعناه بره الميتوكلوبرامايد. الميتوكلوبرامايد بيلعب على وتر الدوبامين بس ده بيلعب على وتر الدوبامين وبيلعب كمان على وتر الاسيتايل ردوا عليها كولين ستريس انهبيشن. كل ده ما جبناش نتيجه فقلنا نعمل محطه كده وننزل تحت. الله حد يقول لي التريتمنت بدانا بايه؟ لا ادويه بس غلط لازم لايف ايه لايف ستايل. ده انا اسالك السؤال ده ده اهم عندنا من اسماء الادويه الكونسبت بتاع التريتمنت انت كدكتور مش هنسالك حفظ لايف ستايل عرفنا ازاي تتجنب اكل شكله ايه تتجنب مجموعتين من الادويه وعرفنا شكلهم ايه واكدت على حضرتك كلينيكالي ان مريض المايجريت حطوا عليه هيحصل له ايه مريض المايجريت هيحصل له الام مشابهه جدا لالام اللي بتحصل له في الذبحه اللي هو اصلا بياخد المايجريت عشان يعالجه فيفتكر المايجريت مش بيجيب نتيجه والذبحه رجعت تاني
الادويه. فكر معايا، الدواء اللي حصل بقى منه بريك ثرو اللي هو ماده الالجينيت اللي عامله زي الكرات دي، ماده الالجينيت دي فكرتها ايه؟ سمعوني، هي مش بس انتاسيد، بتعمل فلوتنج جيل بتحبس الريفلكس وتمنع حصوله. ما تقولوا ما نفعتش، بحط انتي اسيد، بحط قصدي اسيد سبريسر اللي هو البروتون بامب، انتوا معايا ولا ايه؟ والاتش 2 انتاجونست ما نفعتش، بحاول ازود حركه الاستومك والانتستين والامعاء والاسوفيجس بالبروكاينيتك. شفنا بروكاينيتك قديمه تقليديه وشفنا بروكاينيتك جديده، ما نفعتش. وانت مش عايز تسمع كلام وعمال تاكل اكل يصل الى البروكسيمال بارت في المعده، وعندك ما شاء الله ما شاء الله ميكانو ريسبتور شغاله، يبقى لازم تو انهبت هذه الريسبتور، صح ولا لا؟ مش انت واضح ان عندك اللور والسيكولوجيه السنيكتر عمال يحصل له ايه؟ رده يحصل له ريلاكسيشن دفاع دفاعي. فقال لك ما احنا عندنا ماده اسمها جابا. الجابا دي اساسا ستيمولاتوري ولا انهبيتوري؟ انهبيتوري دي الجابا دي. فعملنا دواء اسمه جابا بي اجونست. دي نوعيه، ما في جابا اي دي في البرين، في جابا بي دي في الجي اي تي. لما بنحفزه بدواء اسمه باكلوفين انت كده بتنهبت الاكشن بتاع الميكانو ريسبتور، وبالتالي بتاكل زي ما انت عايز تاكل وبتقلل من اللور اوسوفاجيال سفنكتر ترانزيت ريلاكسيشن. بس فبقول لك ده بيمنع ترانزيت اللور اوسوفاجيال سفنكتر ريلاكسيشن عن طريق جابا بي. تاني الجابا بي دي بتنهبت ايه؟ بتنهبت الشغلانه اللي او بتنهبت الامبلس او بتنهبت التريجرز اللي بيطلع من الميكانو ريسبتور يخلي لك كل شويه والتاني اللور اوسوفاجيال يفتح. انا عايز اكبس على الريفلكس ده مش عايزه يظهر. يقول لك بعد ما خدت كل هذه الطرق ولسه في وجع وعملت اندوسكوب، اسمعني، خدنا الجينيت مفيش نتيجه، خدنا اسيد سبريسنت مفيش نتيجه، خدنا بروكاينيتك مفيش نتيجه، خدنا ايو كاينيتك مفيش نتيجه، ورحت عملت اندوسكوب، ما انت شكيت يكون الواد عنده هايتس هيرنيا، خدت حاجه اسمها هايتس، عنده مشاكل في انتوا عارفين ان في بعض الناس بيبقى عندهم كونجينيتالي بعض خلايا المعده طالعه لهم في الاسوفيجس. في بعض الناس كونجينيتالي مولودين ان في بارايتال سيل طالعه لهم جوه الميوكاس ممبرين بتاع الاسوفيجس. دي حاله نادره جدا، وتلاقي الواد ده يا عيني كل يوم والتاني يجي له اسيد في بقه، اسيد طعم الحمض لانه بيطلع له قريب جدا من البق. النوعيه دي لو اتسابت بتقلب بسرطان، لانك مطلع خليه غريبه في وسط خلايا عاديه، والنوعية دي عشان توصلها وتعملها كي بتتفتح بطريقة نادرة دي. وبالتالي أنا بشك يا جماعة، أنا عالجت كل الطرق ومفيش نتيجة، وعملت اندوسكوب والدنيا زي الفل، خلاص يبقى ده إيديوباسك، يبقى دي حاجة كده من عند الله ومش عارفين لها سبب. ودايما بيطلق عليها لقب فانكشنال هارت بيرن. يعني إيه كلمة فانكشنال هارت بيرن؟ يعني مش معروف لها سبب، يعني حاجة غلط في الوظيفة بتاعتك أنا مش عارف سببها إيه، لدرجة ان انا بلعب بقى على وتر ان اديك مسكنات وخلاص. هتقولي مسكنات ازاي؟ ده انا مهري، ده المسكنات بتضيع البروستاجلاندين وبتاع. قال لك لا، ما انا هدور على مسكن يكون مش مسكن. التي سي اي اللي انا كنت بقول لك اهرب منه زمان يضرب الصوديوم فبيضيع احساسك بالالم. وانت بتحس بالالم ليه؟ لما الصوديوم يخش جوه النيرف فيعمل نيرف بين ترانسميشن، بيعمل ديبولاريزيشن. التي سي اي هتقولي مش انت بتضحك علينا؟ انت مش لسه من شويه بتقولي التي سي اي ممنوع عشان بيأخر الجاستريك امبتي؟ هو انت اصلا كان عندك ديفكت؟ هي الناس دي اصلا عندها ديفكت؟ دي الناس دي ما عندهاش سبب عضوي يخلي المشكله تحصل. وبالتالي دور بقى شوف مصلحتك فين. فبندي هنا بين موديوليتورز، يعني ايه ما بنديش بين كيلر؟ في فرق ما بين كلمه بين كيلر وبين موديول. البين كيلر اللي هي المسكنات بتاعتنا اللي خدناها السنه اللي فاتت، مش هقدر امشي على المسكنات دي. مش هقدر، انا كده كده مهري. وبالتالي بندور على حاجه مش مسكنات قوي بس تقدر تقلل من الوجع زي التي سي. وصلت لقصه حياه المريض الغلبان؟ في ناس غلبانه بالجرد على فكره، ما تستهونش بيه، مش عشان خدناه في صفحتين يبقى مرض ضعيف. في ناس متنكد على عيشتها من ورا الجرد، وفعلا بنجرب فيهم الاربع خطوات وما بنجيبش نتيجه، ونقعد نبلعه منظار ونبص على حته حته في الاسوفيجس ونبص على حته حته في الاستومك وكله سليم. في حاله زي كده بنمشيه على مسكنات كونستيبيشن. ربنا يسهلها لنا جميعا. يلا يا جماعه.
مشكله كبيره جدا ان انت دلوقتي سعادتك بقيت دكتور في سنه ثانيه وفاضل لك سنتين ثلاثه وتتخرج. ودي مشكله بتقابلني شخصيا في الانبوكس اللي بيجي لي دلوقتي. ما شاء الله كان زمان انبوكس ميسنجر بس دلوقتي بقى فيه واتس وفي تليجرام. والطلبه بيزعلوا مني ان انا ما بردش او ما بعرفش اديهم عقد نافع. يعني واحد عنده كحه انا عايز دواء للكحه، طب انا اعرف الكحه بتاعتك دي شكلها ايه؟ واحد عنده امساك انا عايز دواء للامساك، طب انا اعرف الامساك شكله ايه؟ انا عايز اقول لكم بس انك ما ينفعش تكتب دواء بالتليفون، ما ينفعش تكتب للمريض دواء بالمسنجر او بالتليجرام، دي مصيبه سوداء وممكن تؤدي لمشاكل. يعني هديكم اكزامبل. في ناس بيكون عندهم امساك نتيجه ان عندهم انتستاينال اوبستراكشن. مش اوبستراكشن لدرجه اوبستراكشن، يعني عندهم ضيق في الانتستاين. وفي نوع من انواع الادويه اللي بتعالج الامساك بتعتمد على انها تزود الحركه بتاعت القولون. ركز معايا. اشهر دواء امساك يا مصر فيك يا مصر اسمه بيكولاكس، معرفش نقط كده اسمها بيكولاكس. الدواء ده عسل وشغال كده على ايه؟ كانك بتاخده مع الفراخ الجماعيه اللي بتقف تستلم. بيكولاكس ده بيعمل ايه في حركه الامعاء؟ بيسرح. هل ينفع ازود حركه امعاء على انتستين اوبستراكتد؟ ردوا على سؤالي، لو زودت حركه امعاء وفيه ميكانيكال اوبستراكشن هتنفجر. يعني ممكن الراجل ده يجيله بريتونايتس بمجرد كلمه كتبتها لي على الميسنجر. اذا انا عايز اعرف نوعيه الكونستيبيشن اللي عندك ايه الاول واسالك، لان هو ما يعرفش اصلا عنده حد. انا جدي عنده امساك، طب انا عايز له علاج. طب هو جدك عنده امساك نوعه ايه؟ هنعرف دلوقتي انواع الامساك ايه المختلفه عشان كل واحد او كل حد يعرف حد عنده امساك معين ينقي له الدواء بتاعه. في امساك نتيجه ان الاسطول اللي بتتجمع ما بتبقاش كبيره. هو الاسطول لازم تبقى كبيره اه، لان عشان حضرتك القولون بتاعك ينقبض لازم الامساك القولون بتاعك عشان ينقبض لازم الاسطول تصل الى حجم معين عشان هنا في الجدار في ستريتش ريسبت. يبقى انا لازم الاسطول تكون الى حد ما ليها فوليوم معين عشان تضغط على الجنبين بتوع القولون عشان الاسترتش ريسبتور اللي في القولون يبتدي يتحفز فيبتدي القولون يضرب. في ناس الاسطول عندها ما بيستناش يومين ثلاثه لغايه ما الاسطول تتجمع وتضغطه على القولون فياخد قليل فينزل الاسطول. على ما تيجي تتجمع اسطول جديده يومين ثلاثه يقلق يقول لك لا انا هاخد قليل فينزل فيفضل عايش اسيب. انتوا فاهمين كلام ولا لا؟ اسيب القليل. اذا لو الناس عندهم الاسطول لو بالك، يعني كلمه لو بالك؟ حجمها كبير ولا حجمها صغير؟ صغير. طب بلاش. في ناس عندهم الاسطول هارد قوي يعني ما بتنزلش. في ناس عندهم الاسطول امباكتد، يعني ايه امباكتد؟ بتلزق في الجدار الكوري بتبقى عامله زي الحجر ما بتنزلش. في ناس الاسطول عندهم سليمه وزي الفل بس الانتستين نايم، فانا عايز اعمل ايه في الانتستين؟ اصحصح الانتستين. اذا في ثلاث اربع انواع بيخلوا الانسان عنده كوليسترول. تعالوا نشوفه ونشوف انا عامل ايه ازاي. فاهمين كلامي ولا لا؟ كوليستريشن بنقول لحضراتكم في الاول الادويه اللي ممكن تؤدي الى الامساك. على راسها المخدرات. ما خدناش مخدرات بس لغايه ما ناخد مخدرات السنه الجايه ان شاء الله لو لينا عمر هنعرف ان الاوبيويد من الحاجات اللي انت لو بتتعاطاها وحطيت لك السماعه على بطنك هلاقي الدنيا هوس هوس. فاكرين مرض كده كان اسمه بور وبوبي؟ انا ناخد حاجه كده زمان السنه اللي فاتت مرض اسمه بوست اوبراتيف بارتيت ايز. ففي ناس اللي بيفوقوا من العمليات وتجد الامعاء عندهم نايمه ويقول لك يا دكتور انا عايز اكل، تقول له لا ما انت ما عديتش ريحه، ده انت لسه الامعاء عندك ما لهاش صوت. ده بيبقى تاثير البنج؟ لا، بيبقى تاثير المورفين اللي بيبقى متاخد مع البنج. انا حضرتك لما بتخش تعمل عمليه بديك قبل العمليه حقنه مورفين عشان ما تحسش بالوجع بتاع النشره. فلما بتفوق من البنج بيفضل تاثير البنج انتهى خلاص بس تاثير المورفين اللي هو الاوبيويد قائم فتخش في شلل في الامعاء. وكنا بنديكوا دواء فاكرين اسمه بسة، فاكرين الدواء اللي كان شبه القطه ده ونيس تجميل برافو عليك. فالاوبيويد بتعمل تقريبا شلل في الامعاء تقريبا. لو قرصت عليك بيها لو قرصت عليك بالمخدرات هعمل لك ما شاء الله يمكن امساك مزمن امساك، يعني تخش الحمام كل شهر مره. هي والحديد اخر واحد. الحديد ده رهيب بيمسك في الميه. فاكرين الالومنيوم؟ مش قلت لكم هترد عليه مش الالومنيوم كان يمسك في الميه؟ ما الالومنيوم مشرف اهو والسكرولفيت مشرف اهو والاتروبين مشرف اهو والاتروبين سبستيوت اللي فيهم الدي سي اي.
هما دول بس احنا درسنا. درسنا الالومنيوم الحصه اللي فاتت مع السكروفيت. درسنا الالومنيوم والسبستيوت السنه اللي فاتت ان شاء الله. وفي حاجتين جداد لسه وخدتوا الايرون، مش خدتوا معانا ايرون؟ انتوا خدتوا الايرون. فاضل ايه تاني؟ ما فاضلكوش غير الاوبيويد، يعني تقريبا كل الاسماء عارفينها. طيب الادويه اللي بتصلح الكوليستريشن. اللي عايز اسال سؤال، في حاجه اسمها جابا بي. جابا بي ده اجرس ولا انتاجن؟ اجرس لما بحفزه بيعمل ايه في اللور اوسموجيال سفنكتر ريلاكسيشن؟ بيمنعه. لانه ضد الاكشن بتاع ريسبتور اسمها ميكانو ريسبتور موجوده في البوكس من بره، ما بيننا وبين بعض كفهم يعني. ففي دواء اسمه ايتوبريد. ده مشابه للميتوكوبرامين. الدواء ده دوبامين، قولوا اي حاجه. دوبامين اجرس ولا انتاجنس؟ انتاجنس. وضد الانزيم اللي بيكسر الاستاتيكوين. ما تنسوش ان في عندي كمان حاجه اسمها الجينيت. الجينيت دي بتبقى لوحدها ولا معاها انتسب؟ انتسب. انتوا عارفين الدواء ده موجود بيتعلن عنه على فكره ساعات كتير اسمه جافيسكون. سمعت عن حاجه اسمها جافيسكون؟ ده بيتعلن عنه كتير قوي في الام بي سي وبروتانا ومش عارف. منتشر جدا في الدول العربيه. مش عارف ليه الجماعه العرب بيجي لهم حموضه كتير. دايما بيقوم دايما لازم يشربوا لبن رايب. لازم يشرب لبن بعد كده. اوكي طيب تمين جدا. عندنا ناس مش فارق معاها الكلام ده. كوليستريشن. يلا. انتي كوليستريشن دراجز بتنقسم اكوردنج للمثلث اللي انتم شايفينه. في مؤمن ملايين اديهولك اخليك تنزل ميه. يعني مفيش سوء. اخليك السوء تبقى ميه. ده اسمه كاساليتيك اللي هو قاع القاعده. القاعده. كاساليتيك ده اللي هو الملح الانجليزي اللي هو المغنيسيوم صلفيت اللي هو لونه اخضر زي ما انت شايف. ايه اللي يخليني اخد مغنيسيوم صلفيت يعني؟ لو انت بايع سمنه مثلا، لو انت عندك دوده اسمها تينيا سوليا، سمعت عن دوده اسمها تينيا سوليا؟ التينيا سوليا دي بتمسك في الانتستين بكلبشات كده وساعات طولها بيوصل ما شاء الله كذا متر وعايز انضفها من القولون، ما ينفعش اتدلع فيها، لازم ساعتك اديك حاجه اسمها شربة الملح الانجليزي. بس يا ريت حضرتك تاخد الشربة دي جوه الحمام. لانك مش هتلحق توصل للحمام مثلا. وبالتالي ده نسميه ايه؟ الدواء اللي يعني فيك كده ويبهدلك البهدلة دي. نسميه كساليتك. مفهوم؟ طيب. لا الموضوع مش مستاهل يا دكتور، انا عايز حاجة نص نص. خد يا عم. خد برجر. ايه البرجر ده؟ بينزل ستول كتير مش ميه ومش هارد لكنها لوز بين البنين. ده بنسميه بيرجر. يعني ده قوي بس مش اقوى من مين؟ سمعوني يردوا عليه مش اقوى من الكساليتك. في بقى اللي احنا بنستخدمه كلنا العادي البسيط اللي هو اللاكسيد. اللاكسيد دي بتنزل ستول هارد وهو لحد ما مش قوي قوي. وبالتالي ما بناخدوش في الامراض اللي تتطلب انها تنزل كميات كبيره من الستول. زي طبعا عارفين الرده اللي هو البراند. هي الرده بتعمل ايه؟ بالكلام اللي انا قلته. الرده لما تخش جوه الستول بتمص الميه للستول فبتعمل ايه في حجم الستول؟ لا هي الرده لما بتمص الميه بتنفش. فلما تنفش تخلي الدواء تخلي الستول اللو بالك تبقى ايه؟ سمعوني لو بالك ولا تكبر البالك بتاعك؟ فلما تكبر البلك بتاعها تضغط على جدار الانتستين، فلما تضغط على جدار الانتستين تبتدي تنزل الاستول. البران اللي هو البران ده اللي هو رده، الرده دي عارف العيش البلدي؟ عارف عندنا الخبز في نوع من الخبز اسمه الخبز البلدي. لونه اسمر كده وفي ظهره لو قعدت تدعك فيه كده هتنزل حاجات على هدومك هتوسخ هدومك. لو جمعت الحاجات دي وحطيتها في وسط اسمها بران. البراند اللي هو اوعى دلوقتي اي صيدليه اقول له هات لي براند هديك اقراص جواها حبيبات زي الموجوده في الاجهزه دي بناخدها في التخسيس كمان لانها تعمل ايه في حجم البطن؟ ترد عليها يقول لك اشرب رده واشرب وراها كوبايه ميه كامله عشان حجمها يعمل ايه في المعده سمعوني ينفش فما تلاقيش مكان تدكك فيه الاكل يعني تجد الاماكن بتاعت الاكل ابتدت تقل فتجد الاماكن المتاحه انك تحط فيها فينفع تحط حله محشي تحط طبقين بس تمام؟ اوكي قول مع بعض قولي والله لازم تاخد الرده وتفتح الشاي عندنا عادي جدا. في حاجه اسمها راس كبيره. ايوه زي الخميره بالظبط. نفس الفكره بتقفش جوه. يلا بينا. الكلام ده
كلام عظيم. قولوا لي بس العنوان. يلا يا جماعه الساعه جت كام؟ طيب الساعه 4:10 بلغوا لي حد يزمر. تمام 4:10 عشان عندي حصه بعديك بس مش اكتر. ف يلا يا جماعه بسرعه. ايه الادويه اللي ممكن لو سمحت ايه الادويه اللي ممكن تعمل امساك؟ خدنا مش عايز كلام. الالومنيوم ها، والسكر الفيت والاوبيويد والايرن والاتروبين بالسبستيتيوت بتاعها. ايه يا ترى انواع الملينات؟ في ملينات عنيفه جدا بعيد عنك اسمها كاساريتيك، في ملينات متوسطه اسمها بيرجاتيف، في ملينات عاديه اسمها لاكستيف. طب الملينات دي بقى اللي هي انواعها كده وكده وكده بتشتغل ازاي؟ تشتغل خمس شغلانات. لا اما تكبر البلك، صح ولا غلط؟ تكبر البلك فيزيائيا زي البران اللي على ايدك الشمال رقم واحد، البران. وفي انواع تاني من الاعشاب، يعني حاجه اسمها السيليان، حاجه اسمها ميثايل سيليلوز، بس انا مش هقول لك على الاسم اللي هو عاده هيقول لك احفظه اللي هو البران. الحاجات دي فايبر لا تمتص ولا تتهضم. هي ما بتمتصش بس بتدخل الميه جواها. فيا حضرتك لازم تشرب، على فكره اوعى تشرب بران كتير من غير ما تشرب ميه. البران هيتكتل ويعملك انتستاينال اوبستراكشن، صح ولا غلط؟ البران لو شربته من غير ما تشرب معاه ميه الكتل دي هتجمع في بعضها وتكلكع وتعملك انتستاينال اوبستراكشن. اذا كلمه السر في البران انك تشربه وراه ايه؟ كوبايتين ميه كبار عشان حجمه يكبر ويبقى سائل كده وتقدري سعادتك تقللي بيه حجم الدم زي الجل كده. ايه رايك يا فندم؟ يقول لك دي اندايجستبل فايبر لا تمتص، بتأدزور بالميه، بتعمل بالكي جيل، بتشد لك على القولون. مش انا قلت في جدار القولون في ستريتش ريسبتور فتبتدي البريستالسيس تتحرك. في حاجه زيها بالظبط بس هنا هي اللي بتمص الميه بشكل مباشر اللي هي الاوزموتيك اللي هو اللاكتيولوز. اقروا الاسماء. وفي سوربيتول وفي بيج. البيج ده اختصار ايه؟ البيج ده اختصار بولي ايثيلين جلايكول. دي كلها مواد الاوزموتيك بريشر بتاعها عالي. لما بتخش جوه الاستول بتجيب الميه من الجدارين بتوع، انت هنا مش محتاج تشرب معاها ميه. لما بتخش جوه الاستول الجدران بتاعه القولون بيبقى فيها ميه. الاوزموتيك بريشر بياخد الميه من الجدارين يدخلها جوه الاستول. يبقى انت الماده دي ما بتمتصش، في منها املاح في منها سكريات، بتبلع اللاكتيولوز يخش جوه الاستول بيرفع الاوزموتيك بريشر بتاع الاستول يبتدي يجذب الميه من جانبين القولون، الميه تخش جوه القولون جوه قصدي الاستول تكبر حجمها تعمل نفس اللي كنت بتعمله مع البران. بس البران ما بيعرفش يجيب ميته، البران لازم تديله الميه من بره، لكن الاوزموتيك بيجيب ميته من نفسه. وطبعا بيخلي الاستول سوفت، يعني هو مش بس بيعتمد على ان القولون بيسترتش، لا ده كمان بيخلي الاستول سوفت لان بيخلي حجم الميه فيها اخباره ايه؟ كتير. يبقى ده النوع الثاني اللي هو اسمه اوزموتيك. الاوزموتيك ماشي معانا يا شباب؟ طبعا فيهم المغنيسيوم صلفيت. المغنيسيوم صلفيت ده الزفت اللي هو اسمه ايه؟ ده المادة الانجليزي، ده زفت، ده كاساريتيك، ده رهيب. بيكفر حجم الاستول بشكل سريع جدا والميه بتخلي الانسان ينزل ووتر استول. اتفضلوا. نان ابزوربابل املاح او سكريات بتمسك الميه عن طريق الاوزموتيك فورس، بتنفخ القولون، بتحفز البريستالسيس، بتزود الفلويديتي وتعمل انتستاينال ديستريكشن. تتحرك ناحيه اليمين، ناحيه اليمين. لوبريكانت يا جماعه احنا من شويه احنا كده في النوع، خليكم معايا في النوع الاول والثاني شكلنا كده بنعالج الناس اللي عندهم امساك نتيجه ان البلك بتاع الاستول بتاعهم صغير، صح ولا غلط؟ عملت ايه في البلك؟ قولوا كبرته يا اما بماده كده اندايجستبل فايبر اسمها بران بس اشرب معاها ميه كتير، او كبرته بمواد نوت ابزورب السكر او ملح وهو بيجيب الميه بالاوزموتيك بريشر، وعملت بلك فعملت ستريتش فعملت بريستاسيس. طب تعالى الناحيه الثانيه. الناحية التانية واضح ان المشكلة مش في حجم الاستول، المشكلة في شكل الاستول نفسها. الاستول هارد ولازقة وهي نازلة بتعوض لانها عاملة زي الطوب، فمحتاج لوبريكيشنز، محتاج حاجة تخش جوه الاستول تخليها سوفت.
وتخلي الاسطول ما تسيبش الميه اللي فيه. انتوا عايز اقول لكم على حاجه لمعلوماتكم، الاسطول لما تيجي تقرب من الريكتم يبتدي يحصل نوع من انواع الكونتراكشن غريب جدا بنسميه سيجمنتال. يعني ايه كلمه سيجمنتال؟ يبتدي الجزئيه دي تضغط على الاسطول عشان ترجع الميه اللي فيها مره ثانيه عشان الجسم يستفيد بيها. طالما خلاص الاسطول قربت من فتحه الخروج يبتدي اخر جزء في الكولون بدل ما يعمل هيستاسيس يبتدي يعصر فيه. يعصر فيه عشان يعمل ايه؟ ميه، يسترد ميته تاني. يقول لك لا، ما هو يمكن الناس دي اصلا الميه عندهم قليله فلما بسترد الميه تاني تبقى هارد قوي. يقول لك لا، اديني لوبريكانت. اديني لوبريكانت عشان لو فيها ميه ما تطلعش، لوبريكانت ده زائد. لو فيها ميه اعمل جدار ما اخليش حد يعرف ياخد الميه بتاعتي. وكمان اخلي الاسطول وهي نازله تبقى سليبري. يعني ايه سليبري؟ تنزل تتزحلق على جدار تتزحلق لانها بتجرح حبيبي. يبقى اللوبريكانت زي زيت البرافين، ربنا ما يوريكم تشربوا حاجه كده يعني زي المجاري بالظبط. زيت البرافين ده لو اضطريت تديه لطفل صغير، لو سمحت اديهوله بالمعلقه ما تديهولوش يعني كميات كبيره، ان الطفل ممكن يشرق فيه. تخيل لو شرق في زيت هيروح له على اللنج يعمل له مصيبه سودا، طعم وحش جدا انت مش حاسس بطعمه. ففي بعض الناس بتديه للاطفال والام تقعد تزعق في الواد وتشتمه انت غبي لانه بيرجع طعمه وحش، فتدي له معلقه اكبر فيجي الواد يا عيني يعيط يقوم ايه شارك في نقطه. بس النقطه دي كفيله انها تعمل له نمونيا، والنمونيا بالزيت. في نمونيا بالسمنه على حسب انت المعين. وبالتالي شوف الدنيا ماشيه. فبقول لحضراتكم الليبل اللي هو الليكويد بارافين دي ماده مقرفه جدا، دخلها بالراحه الله يرضى عنك. مش لازم تشرب الواد وتقعد تزعق فيه وهو بيشربها، لانها بتمنع خليكم معانا امتصاص الميه من الاسطول، بتخلي الاسطول لوبريكانت. اكيد طبعا هستخدمها في الاسطول اللو بالك ولا الهارد، سامعوني الهارد. وكمان بتنزل الاسطول سليبري. يعني ايه سليبري؟ تتزحلق كده على جدار زيت يخليه يزحلق. سخنه، حد يقول لي لغايه دلوقتي خدنا كم نوع من انواع الكونستبيتنج دراجز؟ خدنا حاجه بتكبر البلك بالاندايجستبل فايبر، خدنا حاجه بتكبر البلك بالاوزموتيك فورس، خدنا حاجه بتخلي الاسطول الهارد والامباكتد تبقى لوبريكانت وتنزل بسهوله وتمنع ان الميه تسيبها وتخرج براها. امال ايه الفرق ما بين كلمه لوبريكانت وسوفنر؟ سوفنر يعني بخش على ستول هارد بخليها سوفت، نفس الفكره بس بطرق اخرى. تسمعوا حاجه اسمها جليسرين، لبوس الجليسرين. لبوسه الجليسرين دي عباره عن ايه؟ دي لبوسه ما فيهاش اي حاجه، عباره عن واكس. لما بتخش بدرجه حراره الجسم ال 37 بتسيح. بتسيح فين؟ بتسيح جوه الاسطول الهارد، فبتخلي الاسطول سوفت. في بعض الناس بندخل لهم ميه حوالي 200 مللي ميه بنسميها ايفاكويشن انما، يعني حقنه شرجيه، وندخلهم الميه اندر بريشر عشان الميه دي لما تخش تعمل اريجيشن في الاسطول فتفتت منها شويه وتقدر تخليها قطع صغيره. ان والله في ناس عندنا بتنزل اسطول كانك منزل حجر، خاصه كبار السن، فما تستهونش بالحكايه دي. انا عايز اقول لكم على حاله شفتها، عيان عنده مشكله في القلب واضطرابات في ضربات القلب ولف على دكاتره القلب كلهم، وفي الاخر القصه طلعت مش قلب خالص، طلعت ان الراجل ده عنده امساك مزمن. القولون يا جماعه لما بيتملي ستول بيفضل يطلع لغايه ما يضغط على الديافرام، وبالتالي ممكن يكون عند حضرتك ضيق في التنفس وكرشه نفس واضطرابات في ضربات القلب وانت مش واخد بالك ان قلبك سليم وزي الفل، والمشكله ان القولون كبر وطلع لغايه هنا. فما تستهونش بكلمه كونستبيشن لو سمحت، ممكن تدخلك في سكك وتغلبك وراه. كنت خدت دواء في بدايه الحصه النهارده، جبنا معاه سيره القلب وقلت لك لازم تاخده في اي سي جي. كان دواء كده اسمه ايه يا فندم؟ اسمه ايميتين، فاكرينه ده؟ ده كان تيشو اميبيسايد بلجا له لما كل الطرق تفشل. نرجع لموضوعنا معايا؟ ها؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ يلا الايفاكويشن، يلا يا جماعه. في عندي حاجه اسمها ايفاكويشن انما وجليسرين لبوس، دي بتزود حجم الميه في الاستول. في دواء مهم جدا اسمه دوكيوسيت، والدواء ده على فكره بنكرهه لانه بيعمل انتستاين اوبستراكشن.
الدواء ده بيعمل انتستينال اوبستراكشن. اقول لكم ازاي في الادفيرز افكت، اسمه دوكيوسيت. ده بيخش يكسر الهاله اللي حوالين الاستول. الاستول ساعات بتبقى حواليها يعني عامله نفسها كده حاجه تخلي الميه ما تطلعش براها من كتر ما هي بتنشف، بتعمل زي جدار كده كانه جدار ازاز يحبس مين جواها، سمعوني، يحبس الميه. مش بس يحبس الميه جواها، يمنع ان اي حاجه تخش جواها، وبالتالي الاستول تقفل على نفسها كده. انا عايز اكسر ده عشان اقلل السيرفس تنشن، عشان ادخل الميه للجنبين ليها. يقول لك الدوكيوسيت بيزود دخول الميه جوه الاستول عن طريق انه يضرب السيرفس تنشن. اخر نوع وده اهم نوع بالنسبه لنا، يتعامل مع ناس عندها امساك عشان الامعاء حركتها ضعيفه. وعشان حضرتك تزود حركه الامعاء لازم تحفز يا اما السمول انتستين يا اما لارج انتستين. اتفضل. دوكيوسيت الاستول لما بتبقى هارد ما بتسمحش ان حد يطلع براها ولا حد يخش جواها. انت دلوقتي سعادتك عشان تخلي الاستول تبقى سوفت مش محتاج تدخل جواها ميه، فطول ما السيرفس تنشن بتاعها عالي مفيش حد بيقدر يخش جواها. دوكيوسيت ده جاي من كلمه بيكسر، بيكسر السيرفس تنشن وبالتالي يخلي الميه تقدر تخش جوه الاستول. يعني بديك جليسرين وبديك انما، الانما تنزل على الاستول وتطلع براها ما تخشش جواها، انا عايزها تخترق الكونتنت بتاعت الاستول. واضح ان السيرفس تنشن من كتر ما الاستول ملزقه في بعضها عالي جدا، انا بفتته عشان ادخل الميه. اتفضلوا. النوع الاخراني هو ده نوع خطر جدا، واوعى تاخده في واحد عنده الامعاء فيها اوبستراكشن، لانك هتعمل ايه في حركه الامعاء؟ سامعوني، هتزود حركه الامعاء جدا. ده انا عايز اقول لكم مشاكله ايه، ده ممكن لا سمح الله لو عندك ابندكس يفرقعها، لو واحد عنده هيمورويد يفرقعهوله، لو واحده حامل يسقطها. الله الله الله، خلي بالك من الادويه دي، والادويه دي اكتر ادويه بتتصرف، اللي هي بتعمل ايه في حركه الكولون؟ سامعوني، بتسرع منه او بتسرع من حركه السمول انتست. فاوعى تاخدها في انتستاين اوبستراكشن بدل ما يحصل بيرفوريشن، اوعى تاخدها في واحد عنده ابندسايتس بدل ما تفجر له الابندكس، واحد عنده هيمورويد حته طالعه من القولون تقطعها له وتخليه ينزف. خلي بالك. الادويه دي بتكون مع بعض كلمات السي والبي والاي. السي اللي هو زيت الخروع. زيت الخروع سريع جدا زي الملح الانجليزي بالظبط. زيت الخروع ده هو اسمه كاستر، يعني في حرف سين، هو شغال على السمول انتستين وهو فاست، فحضرتك يفتكر ان هو الفاست اللي فيهم. وبالتالي عشان اشتغل بسرعه لازم امد ايدي على القولون ولا امد ايدي على السمول انتستين؟ بالتالي عشان اوصل للقولون ده شغلانة، والقولون عشان تقدر تحركه كانك بتحرك سفينه كبيره، السفينه عشان تتحرك لازم تقعد الاول تزيق شويه على ما تبتدي تشد في الميه. لكن المركب ولا اللانش الصغير سمعني بيستجيب للحركه بشكل سريع، وبالتالي اللي اعرف احركه بسرعه هو مين؟ سمول انتستين. وبالتالي اللي ليه ريسبتور على سمول انتستين يبقى اسرعها، اللي هو الكاستر واي. لكن لو عايز تلعب بقى في القولون، لا حضرتك يبقى تاخد الدواء بالليل قبل ما تنام عشان تصحى الصبح تخش الحمام. حد فاهم حاجه؟ اقول تاني، الكاستر اويل تاخده وانت واقف على باب الحمام. الكاستر اويل تاخده وانت واقف على باب الحمام لان هيبقى شكلك مش ظريف. لكن الادويه رقم بي ورقم اي اللي هو البيساكوديل والانسر وبودز ده، ولا مش عارف انسر كينونز ده، مش عايز الاسم الكيميائي، عايز اسماء المركبات، اللي هو حاجه اسمها سنه وحاجه اسمها كاسكاره وحاجه اسمها اللوز. ايه اللوز ده؟ ده اللي هو عارفين اللي هو هو نوع من انواع المكسرات، فستق تقريبا او حاجه زي كده. طبعا مين هيجيب اللوز عشان عنده امساك؟ يعني ده المكسرات بقى ب 360 جنيه، ماله الامساك؟ زي الفل يعني. تمام تمام. فدي كلها مركبات طبيعيه بتلعب على وتر انها تحفز القولون. بس المركبات دي بقى اكيد هتبقى رابيد اونست ولا ديليت؟ سمعوني، اكيد ديليت. في نوعين من الديليت، في بيساكوديل ده مايل ديليت يعني ساعتين ثلاثه كده واشتغل، لكن السنه والكسكاره والالوز دول بقى عايش حياتك، يمتصوا من السمول انتستين ويروحوا الليفر، يتاكتفوا في الليفر ويرجعوا تاني انتيرو هيباتيك على القولون. ياه، انت عندك حاجه؟ مستعجل ولا هتستنى معانا؟ استنى معانا. فالسنه والالوز والحاجات دي مش بس ديليت، ده ديليت زياده عن اللزوم، لان حضرتك بتعدي من السمول انتستين وتروح الليفر وترجع تاني الكولون،
مش خدتوا حاجه كده اسمها انتيرو هيباتيك ولا ما خدتوهاش؟ يعني ايه كلمه انتيرو هيباتيك؟ انتيرو هيباتيك يا جماعه من الاسم كده ان الدواء يسيب الانتستين ويروح الليفر ويرجع تاني للانتستين. انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. في بعض الادويه بتتبع هذه القاعده. نعم لو سمحتوا ما بتمتصش وتطلع على دمك على طول. بتطلع على الليفر وترجع تاني للانتستين. المجموعه الثالثه دي بطيئه جدا. ما بتخشش الكولون على طول. لا دي بتطلع من السمول انتستين، رد عليا ها، وتروح الليفر وترجع بس مش على السمول، ترجع على الكولون مره واحده. نقراها مع بعض. وبالتالي نقول مع بعض المجموعه اللي هي الريتيت القولون اللي هي بتستيميوليت البريستالسيس كيميكالي. عندنا مجموعه الكاستر اويل ومجموعه البيساكوديل والانثراكوينونز دي. قلنا لحضراتكم سيبك من هايدرولايز مش عارف ليه والكلام ده، انا عايز الاكشن بتاعها على طول. هي بتستيميوليت السمول انتستين عشان كده فاست. البيساكوديل مش هقول لك على الحاجات اللي عايزك تعرفها. بتستيميوليت القولون عشان كده ديلي، بس الديلي بتاعها سيفير ولا مايل؟ مايل. السنه والالوز والحاجات دي كلها بتمتص من الانتستين وتخش انتيرو هيباتيك وترجع تاني على القولون، فعشان كده تعتبر مايلد ديليد ولا تعتبر حاجه جامده قوي؟ ديليد قوي 6 8 ساعات. في ادويه جديده طلعت بقى، ودي ادويه غريبه شويه علينا، لم تستخدم حتى الان وهم حاطينها في كتابكم، اتوقع انها هتتشال يعني. بس انا عايز اقول لك على حاجه لو سمحت. خدنا السنه اللي فاتت، انا عايز اسال سؤال، هو اللي عنده امساك ده بيحتاج ادويه مش بروكاينيتك برضك ولا هي البروكاينيتك دي؟ ما تقولوا معايا، مش البروكاينيتك دي متصنفه على انها ادويه ستيمولانت؟ لانها بتعمل ايه في حركه القولون؟ سمعوني، بتزود حركه القولون. بصوا يا جماعه لو سمحتوا، انت عشان تعالج واحد عنده امساك بتحتاج تاخد 5 اتش تي 4 اجونست. ال 5 اتش تي دوت لو انت لو سمحت، عارفين طبعا 5 اتش تي اختصار 5 هيدروكسي تريبتوفان اللي هو السيريتونين. السيريتونين كنا درسنا ما اعرفش ولا مش انتوا بقى ولا اني سنه مش فاكر. ان ليه اربعة ريسبتور، 5 اتش تي 1 و2 و3 و4، اللي يهمني هنا 3 و4 النهارده. لو حفزت 4 هتزود لي حركة القولون. عملنا ادوية 5 اتش تي 4 اجونيست. لأن السيريتونين من الحاجات اللي ليها ريسبتور جوه الكولون، ولو حضرتك قدرتي تحفزيها هتقدري تزودي حركة الكولون، وبالتالي هتقدري تعالجي الناس اللي عندهم إمساك مزمن. عشان كده الدواء ده بيتاخد للامساك الكرونيك او للامساك بتاع المخدرات او للامساك المصاحب للاي بي اس. اللي هو ايه الاي بي اس ده؟ اللي هو البرانش الثالث اللي هو الريتابل باور سبلاي. يعني ما تلجاش للادويه دي، لان الادويه دي الى حد ما الادفيرس افكت بتاعتها كتير، فما تفكرش تاخدها غير لما يكون الكونستبيشن ما عرفناش نعالجه باي حد في الخمس مجموعات اللي فاتت. كمان وجدنا الكلورين يا شباب. الكلورين دوت اللي هو الكلور، في كذا نوع من انواع التشانل. في كلورين تشانل نمبر 2. التشانل دي حضرتك لما بتحفزها بتخلي الكورون اللي هو الكلورين اللي هو الماده النيجاتيف دي تطلع بره. فلما الماده النيجاتيف دي تطلع بره بتعمل اكسشينج مع الصوديوم والميه. فاعتقد حضرتك انك بالطريقه دي بتدخل صوديوم وميه كتير جوه جدار الاسطول، فانت كده بتساعد على ان الاسطول دي تبقى سوفت. من غير ما تخش في تفاصيل، هم عايزينهم كاسماء فقط، وطبيعي شكلهم هيلغوها يعني. انت عندك حاجتين، حاجه اسمها السيروتونين 4 اجونست، دي برو ايه سمعوني؟ برو كاينيتك. وحاجه اسمها كلورين اتشان 2 اكتيفيتورز. الادويه دي بتعالج الامساك ازاي؟ الاولانيه بتزود حركه الامعاء، والثانيه بتدخل صوديوم وميه كتير في الاسطول. من غير ما نخش في تفاصيل كتير، هي عادة الأدوية الجديدة دي هم حاطينها في الكتاب عشان الكتاب بس يبقى أب تو ديت. لكن عادة في المحاضرة يقول لك دي صغيرة دي كبيرة عليك. الله أعلم هتتقال ولا لأ، بس هي أديني شرحتها لك. الدواء ده على فكرة ثانية واحدة، الأكتيفيتور على الكلورين ده واحد من مشتقات البروستاجلاندين. أظن أنتوا خدتوا معايا السنة اللي فاتت بروستاجلاندين، وأنتوا عارفينها بتعمل إسهال. بروستاجلاندين كان في نوع كده بناخده في علاج البيبتيك أرثر كان اسمه ميزوبروستول. كنا بنقول خلي بالك ان النوع ده ممكن يعمل سقط في الحوامل، انه بيزود الكونتراكشن بتاع الرحم، ممكن يعمل اسهال لانه بيزود الكونتراكشن بتاعه مين؟ بتاعه الانتستين. طب معلش مش هكمل غير لما تقولوا لي الخمس مجموعات ايه؟ اتفضلوا. الاول انا مش عايز الميكانيزم، انا عايز انواع
اللاكستيف. انواع اللاكستيف ايه يا شباب؟ اسمعوا معايا لسه. انواع اللاكستيف، في عندنا قاع الهرم اللي هو الكاثاريتيك اللي هو زي الملح الانجليزي اللي بينزل ستول، قولوا معايا الله يرضى عنك. ووتر، خدنا حاجه بيرجاتيف اللي هي بين البنين زي اللاكتيولوز، ودي حاجه بتنزلها الى حد ما لوز. وخدنا حاجه لاكستيف اللي احنا عاده بناخدها لما نكون عيانين، اللي هي بتنزل ستول ويل فورمد وهارد، تنزل بشكلها العادي. خدنا ان انا عشان اعالج الكونستيبيشن محتاجين ناخد مجموعه من خمس مجموعات. قولوا لي انتوا بقى، في ناس عندهم الاستول صغير اكبرها بالبلك او بالاوزموز، صح ولا غلط؟ طيب في ناس عندهم الانتستين نايمانه فاديهم ستيمولنت. عندنا البي والسي والبي والاي والادويه الجديده. السي اللي هو الكاستر اللي هو الفاست اللي هو بتاع الانتستين، لكن البي والاي دول بتوع كولون. في ناس ديليد وفي ناس ديليد زياده عن اللزوم. الناس الديليد اللي هي البيساكودين والناس الديليد زياده عن اللزوم دول اكيد اللي بيخشوا ويخرجوا ويروحوا الليفر ويرجعوا، القصه الانتيرو هيباتيك دي بتاعه السنه والالوز والكلام ده كله. وعملنا ادويه جديده ممكن تكون محفزه للخمسه اتش تي 4 ريسبتور، دي كبيره عليكم ان انتوا تعرفوا بتعمل ايه، بس اعرفوا انها بتزود حركه الامعاء وحاجه بتشتغل على كلورين 2 شانل بتدخل ميه وملح كتير. ما تنساش ان في بعض الناس عندهم المشكله ان الاستول هارد قوي، فطالما الاستول هارد قوي دور على زيت اسمه لوبريكانت، او دور على ميه زي الايفاكويشن انما او زي اللبوس بتاع الجليسرين، او اسمح للميه انها تخش وكسر السيلف استنشن بالدوكيوسيت اللي قلنا عليه. قبل ما اكمل، تقدر تقولي علاج الجرد ايه؟ رزاله مني الجرد غير اللايف ستايل. بخش على اربع خطوات. الخطوه الاولى التحلب ده اللي اسمه الجينيت. الخطوه الثانيه بروكاين الانتاس اللي هو اسيد سبريسر، وقلنا بناخد البروتون بامب كاساس والاتش 2 كباك اب. الخطوه الثالثه برو ايه كاينتيك. الخطوه الرابعه انك تشوف بقى البروكسيمال ميكانو ريسبتور دي اللي عماله تفتح لي كل شويه ثاني الاسوفيجاس، حاول تعملها انهيبيشن في الجابا بي. نعم ايه هو يعني بيرجع بيرجع الاسوفيجاس لحالته الطبيعيه. لا الاسوفيجاس هو ايه يعني بيرجع التون، بيحاول على انه يساعد جاهدا انه يرجع التون، بس ده ما بيحصلش. لو التون فتح احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا نقلل من عدد مرات اللي بتفتح فيه. شو بقول لك بيحصل له ترانزيانت ريلاكسيشن كل شويه. انا عايزه يبقى طبيعي زي ما ربنا خلق. كلمه ايو يعني لا هايبر ولا هايبو، الطبيعي بتاعك. انا عايز ارجعك للطبيعي. يلا بينا. الكونستيبيشن بيعالج ايه؟ ادويه الكونستيبيشن بتعالج ايه؟ نعم الكونستيبيشن طبعا معلومه خطيره جدا، رقم واحد بتعالج ايه ده؟ برافو عليك عرفتوها ازاي؟ فرقم واحد بتعالج الكونستيبيشن. هو الكونستيبيشن كذا نوع صح؟ طيب ايه انواع الكونستيبيشن اللي عند حضرتك؟ يا جماعه الصوت الله يرضى عنكم. في ناس عندهم كونستيبيشن متقطعه ودي مش مستاهل انك تاخدها دواء. حاول تكتر الفايبر في اكلك عشان حجم الاستول عندك يتخن، وحاول تشرب فلويد كتير عشان الفلويد تساعد على انها تعمل بلك كده حلو، والعب رياضه. واهم رياضه لعلاج الكونستيبيشن هي المشي، لان حضرتك لما بتعمل رياضه بتقوي العضلات دي. لما بتقوي العضلات دي انت كده بتخليها تضغط على مين؟ تضغط على القولون. اهم رياضه للقولون ان انت للكونستيبيشن انك تمشي نص ساعه في اليوم. لو حضرتك بتمشي مشي عنيف، بس مش مشي تتفرج على المحلات، المشي اللي هو بتمد فيه، بتحاول تنهك في المشي اللي انت تمد، بس تحاول تمد لمدة نص ساعة. الحكاية دي كويسة جدا. لو القولون عندك نايم، العضلات وانت بتعملها كونتراكشن وريلاكسيشن وانت ماشي بتعمل لك ايه؟ تضغط لك على القولون، ده بيساعد على ان الدنيا تمشي. انت هنا مش محتاج ادوية. لكن بقى لو كان الكونستيبيشن لو بلك، اعمل لي بلك. وشفت البلك بيتعمل يا اما قولوا معايا يا اما بالبلك يا اما بالاوزموتيك، كلام قديم. لو كان الموضوع لو فريكونسي، زود الفريكونسي بالستيمولنت. لو كانت الستول هارد، اديني ستول سوفنر زي الدوكيوسيت زي الانيما زي الجليسرين. لكن لو كانت امباكتد بعيد عنك، في ستول بتبقى لازقه وعامله لي كده، بنعمل ساعات على فكره سونار بنلاقيها متجمعه لنا في الحته دي كده. هنزلها ازاي؟ يعني حتى مش قريبه ان انا اقدر اوصل لها انيما. دي بنقعد نديله في لوبريكانت عشان تخليها سليبري، عشان على قد ما نقدر. فخلي بالك في ناس بتحتاج سوفنر اللي عندهم الستول هارد. هارد يعني لسه ما لزقتش. في فرق ما بين هارد يعني ناشفه بس ماشيه، وفي فرق ما بين امباكتد يعني لزقت في جزء من
ده لازم تخلي المسافة ما بينها وما بين الكولون سايحة، لازم تخلي فيه زيت في النص. حد فاهم حاجة؟ الكلام ده مهم على فكرة، مزيجي ساعات كروس ماتش. اوكي بس يقول لك لا طبعا بقى خدت خط عشان اقول لك الاستخدامات التانية ايه؟ يبقى هو طبيعي. هل ليه استخدامات تانية بره الموضوع؟ قال لك قطب. تعال نشوف بعد الانر سيرجري. طبعا مشكلة كبيرة جدا، لان بعد الانر سيرجري مكان الجرح نزول الاستول بيبقى مؤلم جدا، فانا عايز الاستول تنزل من غير ما المريض يشعر بيها، فلازم الاستول يبقى عليها لوبريكانت. كولونيك بريباريشن، انت لازم تفضي القولون. ليه حضرتك؟ مش انا قلت لك من شويه لما القولون يبقى مليان بالاستول بيبقى طالع لغايه الديافرام؟ طب انا عايز اخش اصورك الترا ساوند، اعمل لك سونار، عايز اتفرج على الرحم بتاع السيده دي، عايز اشوف الفالوبيان تيوب، عايز اشوف الكيدني، الكلام ده كله بيبقى اسود. فلازم قبل ما ادخل سعادتك تعمل اشعه او ادخل حضرتك، لازم اخلي لك القولون اخباره ايه؟ سمعوني فاضي. لما اشربك ملح انجليزي، لما اعمل لك ايفاكويشن ايه؟ سمعوني انيما، عشان الدنيا تبقى فاضيه. فيقول لك في حاجه اسمها، مش بس كده استنى بس، واحد داخل يعمل عمليه في واحد اسمعوني، واحد عنده كانسر في القولون، ايه رايك تحب تفتح الكولون وجواه ستول؟ مش انا في الكانسر كولون هفتح الكولون، والكولون ده هفتحه على مين؟ مش على البريتون؟ واللي لو البريتون اتفتح، لو القولون اتفتح وفي ستول ونقطه منهم ولا فيز دخلت في القولون، ده بريتونايت، ده سيبتسيميا، ده مصيبه سودة. فلازم انظف على قد ما اقدر، وبدي انتيبيوتيك على قد ما اقدر تخش جوه الكولون تنظف اي ميكروبات قبل ما ادخلك عمليه وافتح القولون. هيباتيك انكيفالوباسي، ايه اللي جاب لو سمحت، ايه اللي جاب ادويه الامساك لواحد عنده غيبوبه كبد؟ كاتب لك يا ترى ازاي؟ يبقى اكيد ليها معنى، دي الحصه القادمه ان شاء الله، نوع من انواع الاثاره والتشويق. رقم 5 في الحلقه القادمه، تمام؟ طيب واحد بالع بويزن لا سمح الله، واحد بالع سم، عين شرب له بتاع 30 40 قرص، او عنده تينيا سوليا، ماشي، دي كلها حاجات بنلجا لها. وطبعا واضح لو سمحتوا ان في البويزن والتينيا سوليا بختار كاساليتك، واخدين بالكم؟ واخدين بالكم ولا لا؟ بختار كاساليتك اللي هو الملح الانجليزي عشان الدنيا بتبقى جامده عليه. تحت الخط ثلاث استخدامات ممكن تكون غريبه عليك. ممكن استخدم ادويه امساك في علاج سمنه، طبعا. مش انا لسه بقول لك بشربك البلك عشان يتملي كده ويعمل جل؟ الجل ده بيعمل ايه يا شباب؟ الجل ده بيملى جزء من فراغ البطن، فبيخلي سعادتك عندك احساس بالامتلاء والشبع. طيب مش انا بشربك رده واقول لك اشربي مع الرده دي ازازه ميه ولا كوبايه ميه؟ عشان الرده لما تخش بطن حضرتك الميه تخش جواها وتنفش، لما تنفش هتعمل ايه في تجويف البطن؟ هتصغر التجويف، فحضرتك نفسك تتسد، فحضرتك شهيتك للاكل تقل. هتعمل ضغط على اللي حواليها ازاي؟ اكيد طبعا، ماشي. ما انا بديكي كل ساعتين او كل ثلاث ساعات قرص رد، انا بديكي كتير، تمام؟ وبعدين ما هو كل حاجه ليها سايد افكت، ما العيان ده، وبعدين على فكره حاجه كويسه، اصل في ناس كتير بتوزن نفسها بتلاقي وزنها زياده، نزول الاستول على فكره، في ناس ممكن وزنها يزيد 2 كيلو عشان جواها ستول. يعني في ناس، يعني في بعض الناس يقول لك يا دكتور انا اتعشيت امبارح عشوه جامده جدا، امبارح كان وزني مثلا 78 وزنت نفسي النهارده الصبح بقى 80. مستحيل مستحيل تزيد 2 كيلو دهون في ليله، الزياده دي بتبقى لا يورين لا ستول. فحضرتك خش الحمام الاول، فضي اليورين وفضي الاستول ووقف على الميزان، لان سعادتك الزياده اللي في الوزن دي بتبقى زياده ظاهريه. فوجود ادويه بتعالج الكونستيبيشن مع التخسيس دي حاجه كويسه، لان دايما بيبقى الميزان مظبوط، لان الاستول فاضيه، الاستول بتوزن تصل الى 2 كيلو، بتزود وزن البني ادم 2 كيلو. اللي بيتكلموا نكمل؟ ممكن اكمل؟ طيب رقم 2 بتعالج الاي بي اس. ما احنا عندنا بعد شويه لما نقلب الصفحه هنعرف ان الاي بي اس ده يجننك، ممكن يجي له كونستيبيشن، ممكن يجي له دايريا، ممكن يجي له الاثنين مع بعض، يعني يبقى عنده كونستيبيشن الصبح ودايريه بعد الظهر. فلو عنده كونستيبيشن بيتاخد في علاج الكونستيبيشن. رقم 3 الجولستون، ماله بالجولستون؟ البران بيمسك مش بس في الميه، بيمسك في الفات ويمسك في الكوليسترول ويمسك في البايل اسيد.
فسعادتك اللي عندهم تكون كتير لحصوات المرارة. المرارة بتعتمد في الحصوة بتاعتها على الكوليسترول وعلى البايل أسيد. وجود البران هيلم الحاجات دي أول بأول. هتقول لي إيه اللي جاب البران بتاع الكوليستريشن للتخسيس؟ ما أنا قلت لك بيعمل جل يملأ فراغ جوه البطن يخلي نفسك إلى حد ما للأكل تقل. طب إيه اللي جابه للجولستون؟ والله الجولستون بتحدث نتيجة كتر تراكم الكوليسترول والبايل أسيد مع بعض يعملوا حصوات. طول ما أنا بديك بران مش بس بيلزق في المية، رد عليا، بيلزق في فات كتير وبيلزق في الكوليسترول كتير. فاهمين يا جماعة؟ طب اتفضلوا قولوا لي السبع ثمان استخدامات. اول حاجه بيعالج اني كونستيبيشن، كل انواع الكونستيبيشن ما عدا الانترميتنت. يعني ايه الانترميتنت؟ ايه بتجيلنا كتير. انت تشربي ميه وخدي فايبر والعبي رياضه هتروح. لما تبقى لو حاضر يعني. لما تبقى لو بالك اكبر البالك، لما تبقى لو فريكوانسي ازود الفريكوانسي، لما تبقى هارد اديك ايه؟ لوبريكانت ولا سوفنر؟ سوفنر. ولما تبقى امباكتد افتكر امباكتد محتاج سليبري، محتاج الجدار يبقى فيه زيت. بعد كده الناس اللي تتكلم كده حاجة تضايق لو سمحت، قاعة فاضية أصلا فالصوت بيسمع. رقم اتنين، الأدوية دي بتتاخد بعد الانر سيرجري. رقم تلاتة، الأدوية دي بتتاخد في ثلاث أمراض ما لهمش دعوة بالموضوع، الاي بي اس والجولستونز والأوبيزيتي. ممكن يتاخدوا عشان أظبط لك الكولون قبل ما أفتحه في عملية أو قبل ما أصورك إكس راي. ممكن تتاخد في الهيباتيك انكيفالوباسي ودي لسه عليها كويتشر مارك. ممكن تتاخد في حاجات كتير زي التينيا سوليوم وزي وزي وزي. الريتابول باول سندروم، حضرتك اصبري دقيقة واحدة، هناخد الصفحة اللي جاية اللي هو كونستيبيشن. طيب اتفضل، كنت عايز اسألك ايه؟ الجولستون الحصوات بتتجمع نتيجة ان حضرتك عندك كوليسترول كتير. الحصوات بتتجمع نتيجة ان عندك بايل اسيد كتير. طول ما انت بالع بران الكوليسترول اللي موجود في الاكل هيمسكه وينزل على الستول. البايل اسيد اللي موجود في الانتستين قبل ما يروح ما هو الجول بلادر فاتحه على الانتستين. الجول بلادر تبقى عامله كده يا دكتور. تمام؟ وبالتالي حضرتك البايل اسيد موجود في المنطقه دي. الكوليسترول موجود في المنطقه دي. انت عايز تلم اي بايل اسيد او كوليسترول في المنطقه دي بالبران ولا عشان تمنع ان هم يخشوا فين؟ الادفيرز افكت بتاعت الادويه دي. في جنرال ادفيرز افكت. فاهمين حاجه يا اخوانا؟ في ادفيرز افكت عامه وفي ادفيرز افكت خاصه. الادفيرز افكت العامه ان حضرتك هتبقى معتاد عليها، يعني انا بقول لك على ناس انا اعرفهم كويس جدا. يا عيني ما بيستناش، هو عنده كده فوبيا لما يقعد ما يخشش الحمام يومين دي مصيبه فياخد ملين. ما انت ما بتخشش، الحمام ليه؟ لان انت ما بتديش فرصه للستول انها تجمع. فكل ما تيجي الاسطول تجمع وخلاص هتعمل تلقائيا تقوم واخد ملين تنزلها. فهتتعود عليها وتبقى مدمن ليها. لدرجه انها بتسمى كاسريتك هابت. يعني ايه؟ بقيت مدمن، يعني اصبحت مدمن على الملينات. كل يوم بقيت بتاخدها وانت مش واخد بالك انت بتاخدها ليه. ومش بس كده، هيجي لك اتون. فاكرين يعني ايه كلمه اتون؟ يعني مفيش تون. القولون هيعتمد تماما بقى، يقول لك طالما انت اعتمدت على اي حاجات من بره مش هشتغل انا من جوه. ابدومينال كرامب، طبعا الكرامبات دي هتحصل مع مين؟ هتحصل مع الاستيمولانت اكتر، وبرضك مع البلك. مش البلك ده ممكن يعمل لك مغص ولا ايه؟ دايريه، ما انت هتنزل ممكن استول كتير، وممكن مع الاستول تنزل بوتاسيوم وتنزل فلويد فيبقى فيه هايبوكاليميا ودي هايدريشن. المصيبه السوداء بقى انها تعمل ابورشن. ليه؟ لإن ساعات كتير لما الانتستين يجنن الريوتروس. في عندكم ريفلكس في الفسيولوجي بيحصل بالجوار. يعني ايه؟ لما يبقى في تو اورجان مجاورين لبعض واحد فيهم يتحرك الثاني يتحرك. انت الانتستين عند السيدات على سطح مين؟ سمعوني، على سطح اليوترس. وبالتالي لما يحصل ايه في حركات القولون؟ سمعوني، لما يحصل زياده في حركه القولون وزياده في حركه السمول انتستين يبتدي الرحم ينقبض هو كمان. فلو ستي دي حامل ممكن يا سمح الله تفقد الجنين. ده مش بس كده، بينزل في اللبن اللي الام بترضعه للبيبي. مره واحده جات لي بتقول لي الواد الصغير من يوم مش عارف كنت قلت لكم لا الواد الصغير من يوم ما اتولد وهو عنده اسهال.
قلت له طب يا مدام حضرتك عندك امساك بصت لي كده تقولي انت ما اعرفش شتمتها ولا تقولي انت بتسالني ليه؟ قلت له انا هسالك ليه يعني وانا هسالك وفي ايه؟ ما حضرتك عندك امساك رد على قد السؤال. تقولي اه ورافع راسها قوي كده عندي امساك بقالي 6 شهور. قلت لها بتاخدي له ايه؟ قالت لي باخد له اكس من الادويه. قلت لها انت بترضعي ابنك؟ قالت لي اه برضعه. قلت لها طب ما الواد بيرضع الدواء معاك. الواد ما كانش عنده امساك بس هي عماله تاخد ملينات ينزل البيبي في اللبن. فالواد من ساعه ما اتولد وهو ربنا مسهلها له من غير ما حد يطلب منها. فالام هي السبب في اسهال الواد. طب اعمل ايه؟ ما تاخدش ادويه؟ لا حضرتك المفروض حاجه زي كده ترضع الطفل الصغير ده رضعه مشبعه. يعني ايه رضعه مشبعه؟ تملى بطنه خالص باللبن وتنيمه بعديه على اساس ان الواد لما بيتخمد بينام له بعد الرضعه ساعتين ثلاثه. اول ما الواد ينام تاخد الدواء على اساس ان بعد ساعتين ثلاثه عمل الواد يصحى تاني ونطلب انه يرضع يكون الدواء ساب اللبن. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني ما تاخدش الدواء وترضعه، لا ترضعه كويس جدا 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 رضعه مشبعه بحيث الولد يهدى كده وما يطلبش ان هو يرضع تاني. وبعد ما الولد ينام تاخد الدواء مباشره على اساس ان الواد لما يصحى مره تانيه يكون الدواء ساب اللبن ومشي. طبعا ده لو الواد بينام طبيعي ساعتين ثلاثه. في عيال ما بتنامش وفي عيال بترضع كل خمس دقايق، في عيال بترضع مكرونه بشاميل، انت فاهم؟ فعلى حسب بقى نوعيه الطفل. في عيال كده ما فيهاش لحمه، ما فيهاش عظم، تلاقي الواد كله لحمه. تمام؟ الناس تدحرجه كده ينزل. اوكي طيب. ناخد الادفيرس افكت السبيسيفيك بقى. يلا بينا. ادفيرس افكت سبيسيفيك لدواء دواء. فاكرين حضراتكم من شويه البالك؟ البالك سم وموت وإين ويتاخد لوحده صح؟ لازم البالك يتاخد مع مين؟ سمعوني، لازم يتاخد مع فليو. وده اللي مكتوب عند حضرتك رقم واحد ان البالك. انتوا خدتوا بالكم في الاربعه اللي فاتوا؟ الاربعه اللي فاتوا دي مشاكل ممكن تحصل معاهم كلهم. دلوقتي في الصفحه دي هنعمل مشاكل بتحصل مع دواء دواء من الناس اللي ذكروا قبل كده. ماشيين معانا ولا لا؟ البالك لو حضرتك خدته من غير ميه هيعمل لك ستول هارد جدا ويقفل لك الايه؟ الانتستين. ممكن يعمل لك انت احساس كده بال، انتوا عارفين حضراتكم لما بتاخد بتحس بالامتلاء، يعني بتحس ان بطنك مليانه. وده طبعا بيبقى فيه هواء في، لان مش احنا كنا بنقول عليه indigestible fiber؟ طبعا ده بيبقى من نصيب مين؟ الفلورا. طبعا هتلاقي حاجه كده حلوه محدش عمل لها هضم ولا حد عمل لها امتصاص، فالفلورا هتبتدي تاكل. والفلورا لما بتاكل بتطلع هواء من بقها، فالهواء ده يملى بطن حضرتك فيجيك يحسسك بالانتفاخ. مش بس كده، لسه قايل لكم من شويه انه هيلزق في الفات صح؟ وتلزيقته في الفات دي هي اللي نفعتني في علاج الجولستون. بس تلزيقته في الفات دي هتخلي الاستول اللي بتنزل منك فيها حاجه مش حلوه، هتبقى فيها استياتوري. ومش بس هيمسك في الفات، هيمسك في الحديد. فسعادتك خلي بالك ما تاخدوش في اكل فيه حديد. يعني دلوقتي اللحمه غاليه والناس بتجيبها بالعافيه، ما تاخدوش مع اللحمه، خلي الواد يستفيد بشويه الحديد اللي في اللحمه ولا لا؟ مش كمان تجيب له لحمه غاليه وتخلي كمان دواء ما يسواش ثلاث تعريفه ياخد الحديد اللي فيها ويت. ممكن يمسك الكالسيوم ويعمل اوستيوبروسيس. بارافين، فاكرين البارافين ده اللي هو لوبريكانت؟ نعم؟ ايوه برافو عليك، برافو عليك، اللي هو كان من الادويه اللي بتمسك في فيتامين كاف. تمام؟ البارافين اويل دخلناه السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ والله ده السنه دي ما شاء الله. طيب اوكي. البارافين اويل، البارافين اويل، يلا يا جماعه. البارافين اويل ده زيت، نقراه مع بعض. هيقلل امتصاص الفات اللي زيه، هيعمل بردك استياتوريه، هيمسك في الفات. انتوا عارفين الفات سولوبل بالفيتامين اللي هو الاي والدي والاي والكي يا دكتور، يمسك في فيتامين كاف. اهو احنا قلنا السنه اللي فاتت بيمسك في الفيتامين اللي هو الموديول اللي فات انه بيمسك في فيتامين كاف. ممكن يطلع لو سمحتوا، لو سمحتوا بيطلع من الريكتم. تخيلوا زيت يطلع من الريكتم، ده بيديك احساس الايتشنج. فدايما العيان عايز يهرش في المنطقه اللي حوالين الريكتم، ممكن يعمل لنفسه التهاب، ممكن يعمل نفسه جرح، والجرح ده يدخل جزء من الفيز يعمل له مشكله. فخلي بالك ان ممكن يطلع من الريكتم يعمل اكزيما، ممكن يكبر حجم الليمف نود، ممكن زي ما انت قلت لك زي ما قلت لك تشرق فيه. رد عليا، لو شرقت فيه ودخل من على الاسوفجاس على التراكيه يعمل حاجه اسمها ليبيد نود. السنه دي كانت متصنفه سي ولا بي ولا ايه؟ السنه دي المجموعه اللي كانت بطيئه قوي، مش قلنا دي اللي حد يقول لي قصه حياتها كانت بتعدي منين؟ سمول انتستين وبعدين ليفر وبعدين قولون، وتبتدي تحرك المركب بقى اللي هو كبير قوي ده. تقعد بقى على ما الباخره تتحرك، تقعد ديليت قوي.
السنه دي ما تاخدهاش واحده حامل لو سمحت، لان السنه دي بتعملها تغير او طفرات في الجين. ممكن تعمل طبعاً حاجه اسمها البهاق، تسمع عن حاجات معينه في الجينات، مش تراتوجينيستي، لا حاجات في الجينز. الدوكيوسيت، حد يقول لي الدوكيوسيت كان متصنف لوبريكانت ولا سوفينان؟ كان سوفينان، كان بيشيل الهاله اللي عاملها الاسطول حوالين نفسه عشان الميه تخش فيه. في بعض المشكله في الدواء ده برضه ان هو ممكن يعمل لك انتستاين اوبستراكشن. ليه؟ لان لما الميه بتخش جوه الاسطول انت مانعها عن الميه بقالك فتره، بتكبر حجم الاسطول جدا. حجم الاسطول ده لو الانتستين عندك ضعيفه حبتين هتكبر وتقف. فيقول لك خلي بالك الدوكيوسيت لو وصل لك حجم الاسطول انها بقت متراكمه والانتستين ما نظفتهاش، نادرا ممكن يؤدي الانتستاين اوبستراكشن. فخلي بالك ان انت بالدوكيوسيت بتيجي تكسر الجدار اللي حوالين الاسطول لانك بتقلل السيرفس تنشن، فتقوم الميه داخله، فيوم الاسطول كبير قوي 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 ده ممكن يسد على فكره. لان انت مش شرط لما الاسطول يكبر يحفز الانتستين، ممكن يكون الانتستين عندك كمان ضعيف فانت كبرت وسديت. ده بيحصل مع الدوكيوسيت، شفناه حصل. البيساكوديل اللي هو اكتر دواء بناخده على فكره، ده ممكن يعمل بربر كاريشن. وبرضك كلمة بسة ديت يعني قطط، تمام؟ قطط وبربر وحاجات كده ظريفة، فهي ماشية مع بعض. فتفكرك ان ده اللي بيعمل ده نتيجة ان لما بينزل البول بيتحد مع او بيحصل الميتابولايت بتاعه نفس اللون ده. معرفش ايه بربر. صعب. حاضر. شكرا لك. مخلصة. تمام طيب. لاكتيولوز. قلت ايه علاقة 4-10 بالبربر. انا تمام طيب. ربنا يخليك. البيساكوديل قلت لكم بيعمل لاكتيولوز بقى. هي ايه قصه لاكتيولوز؟ كان متصنف من حاجات البرجاتيل. اللاكتيولوز على فكره هو سكر، يعني بيتحول لسكر، فممكن يرفع لك الدايابيتس، يعني يزود لك الدايابيتس. لاكتيولوز ممكن يعمل دايريه، ممكن يعمل هناخده احسن مع الليفر. يعني اكتب على اللاكتيولوز هناخده مع الليفر، يعني هنشرحه، عشان انا قلت لكم من شويه بيستخدم في علاج الهيباتيك انكيفالوباس. اكتب على ده بس، هناخده الحصه الجايه بالتفصيل. ما تاخدش الانتي كونستيبيتنج دراج في مين؟ اوعى تاخدها في واحد عنده اكيوت ابدومين. اتفضل. ما انا عارف. شكرا يا فندم. اوكي؟ اصل انتوا في ناس تقول انت بتعيد كتير ليه؟ ما انا بعيد عشان كده، يعني عارف بيبقى ممكن المعلومه وصلت للصف الاولاني، بعيد عشان المعلومه توصل للصف الثاني. تمام؟ في ناس بتنام وتصحى وتحلم شويه وترجع تاني. فبحاول اعيد عشان ابقى في السليم يعني. نكمل. ما تاخدش ادويه الكونستيبيشن في واحد عنده اكيوت ابدومين مش متشخصه، بدل ما تبقى ابندكس وتبقى مصيبه سوء. صح ولا غلط؟ مش انا قلت ممكن تعمل ايه في الابندكس تفرقعها. ما تاخدوش في واحد عنده انتستاين اوبستراكشن، بدل ما الانتستاين اوبستراكشن تقعد تزود الكونتراكشن عليه لغايه ما يربشر. ما تاخدوش في واحد عنده بواسير، لان البواسير مشكله كبيره. ده مش بس كده، ده في الهيمورويد انتوا ناسيين الادويه دي ممكن تعمل ليك من الانتستين. ردوا عليا، مش الادويه دي ممكن تعمل ليك من الانس؟ لما تعمل ليك من الانس بتعمل احساس الاكزيما. هل ينفع اعمل لواحد اكزيما وهو عنده هيمورويد؟ مش حرام عليه؟ يعني مش لازم تفرقع الهيمورويد. مش انا قلت ان الادويه دي ممكن تنزلك فاتي ستول، ممكن تعمل لك ليكج من فتحه الانس. وجود الليكج دوت مش بيخلي الانسان عايز يهرش الحته دي؟ تهرش الحته دي وفيها حته دم طالعه لك، بلاش. وكمان في الحمل، ما احنا اتفقنا ان ممكن الادويه دي تعمل ايه في حركه الرحم، ممكن تصحصح. هنوقف على الريتابول باول سندروم. معرفش بقى الحصه الجايه امتى، انتوا ما حدش فيكم. السبت كويس؟ نخليها زي ما هي الاسبوع الجاي زي ما احنا. احنا لسه بدري على الامتحان صح؟ 28؟ هو حصه كمان ولا كام حصه؟ هي المفروض حصه واحده. المفروض تبقى حصه واحده، تبقى 3 و4. طيب خير. يلا مع السلامة. واحد عنده وجع في البطن، اوعى تديله حاجة، ممكن يكون وجع البطن ده نتيجة انستراكشن، يبقى عامل له ربش رقم واحد، ممكن يكون وجع البطن ده نتيجة